يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اللوب الرمضاني، واحنا سعداء بالتواصل معاكم من خلال هذا البرنامج، ومثل ما عودناكم دائما بتقديم حلقات مميزة، اكيد هذه الليلة حلقتنا مميزة. مشاهدي الكرام، اليوم راح يكون ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة الاخ العزيز فواز الحساوي ابو عبد العزيز، وراح نتكلم وياه عن نادي القادسية، وايضا عن اليوم يمكن انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن نادي نوتنغهام فورست ايضا راح نتكلم عنه، راح نتكلم عن كثير من الامور. وايضا اليوم مشاهدينا الكرام راح يكون معانا موجودين محللين، محللين برنامج اللوبي، واحنا سعداء. تفضلوا حياكم الله ابو عزيز، يا هلا ومرحبا فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عبد العزيز كيف الحال؟ الله يسلمك. مبارك عليك الشهر. 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 ان شاء الله. حياكم الله. حياكم الله. مساك الله بالخير ابو عبد العزيز. مساك الله بالخير ابو عزيز. حياك الله مكانك ومحلك برنامجك، هذا ما يحتاج. شيء طبيعي مكاني طلع. ايضا مشاهدينا الكرام احنا نرحب في ابو عزيز، يعني وصل البرنامج. حياك الله ابو عزيز. الله يحييك. ويا هلا ومرحبا فيك، واحنا سعداء بوجودك اليوم، انك لبيت الدعوه لبرنامج اللوبي، وما هو غريب عليك ابو عزيز. انا اسعد الحقيقه، وانا حقيقه جدا سعيد اني اكون متواجد بينكم اليوم. نقول لكم اول شيء مبارك عليكم الشهر، عساكم عواده الحقيقه، وانا سعيد اني اكون بين اخواني الحقيقه الرياضيين المخضرمين الحقيقه كلهم. الله يسلمك. يعني ما زايد عليهم الحقيقة. الله يحفظك يا ابو عزيز. مشاهدي الكرام طبعا رحب في نجوم اللوبي، بدايه مع اخوي محمد كرم ابو علي، حياك الله. الله يحييك. مقلدين اليوم يا معود. مقلدين تصدق ضابطين. مو ضابطني عاد. مو ضابطني عاد. صدق والله مو ضابطك. ابو علي بشكوى. شويني تقول له شو اسمه؟ شكلك كذي قصير. بس انت دائما حلو يا ابو علي. انت احلى. ما يسوي حسن بلام. ما قلت شيء جديد. حياك الله يا ابو علي. الله يحييك. ايضا رحب في اخوي عبد الرضا عباس. الله يحييك. واحنا سعداء اليوم طبعا موجود اخونا ابو عزيز الاداري المكافح الحقيقه، واللي كان يتمنى انه يكون بافضل من هذه المواقف اللي صارت معاه، لكن بالاخير هو ايضا اداري ان شاء الله يكون مستمر معنا بالرياض. ابو عبد الله يوسف البيدان، حياك الله يا ابو عبد الله. يا هلا فيك ابو حمد. نرحب اخوي فواز و والجامله جمال مبارك وخلود. نقول حياكم الله. انا بعضيك والله يوسف. في يعني يقولون يوسف شوي متنان، لازم يخفف. لازم يمك يمك متنان يمك. منو؟ لا والله فواز ضعفان. لا 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 ننزل كيلو ونصعد. رمضان برمضان نزيد. انا والله انا المخرج قاعد يقول لي والمعد قاعد يقول لي ابو عبد الله شوي مبين عليه المتن. في رمضان اي رمضان بس لازم يلا. حلو عبد الله. صدق عاد ضيقت خلقي عاد. ليش؟ لا 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 اضحك. انا شايف العكس. الحمد لله. نرحب في اخوي العزيز مطلق نصار، حياك الله بدر، ومبروك ما ياكم. الله يحفظك. في يوسف يعني ما شاء الله. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. نصار ويتربى بعزكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. وان شاء الله يكون الذريه الصالحه. ان شاء الله. جاك ولد حفيد. حفيد 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 اسمه يوسف. بعد اسمه يوسف. بعد يوسف عليه اسمك يوسف. ما تعلم التمايم عليك عيل. الله يبارك فيكم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعني بهذه المناسبة حقيقة يسعدني جدا أن يكون متواجد ويانا أخوي العزيز فواز الحساوي، أحد الشخصيات الرياضية اللي نعتز فيها، واللي أنا حقيقة شخصيا يعني منزعج جدا أن يكون بعيد عن الوسط الرياضي، واتمنى ان شاء الله يعني ان قراره الاخير في الابتعاد. لا لا ما يعني ما راح نخليه. ابتعدت عن الرياضه. ما راح نخلي الغساويه ما يخلون المخلصين لنادي القادسيه. وهو قلبه ما يطاوع. مالك شغل. ادري فيه ادري فيه. عموما يعني ايضا بهذه المناسبه اتقدم بخالص التهنئه لمجلس اداره الاتحاد الكويتي لكره القدم برئاسه اخوي الشيخ احمد اليوسف. راح نتكلم في هذا بمناسبه انتخابهم لمجلس الاداره، ونتمنى ان شاء الله التوفيق خلال المرحله القادمه ان شاء الله. نرحب في اخوي العزيز والحبيب، وانا فرحان والله اليوم ايضا بوجود اخوي ابو خالد في مكانه في برنامج اللوبي. اخوي جمال مبارك، حياك الله يا ابو خالد. ويا هلا ومرحبا فيك، واحنا سعداء بوجودك. انا سعيد جدا صراحه. مسا عليك. مسا على اخواننا المشاهدين. مسا على اخواننا الحضور طبعا. كوكب من النجوم قياده الارباب والمخضرم ابو علي.
فصراحه علي جمال تغير ما يتغير يمكن 93 وهو لاعب الحد الحد اليوم هذا هو جمال اثنين ما تغيروا تصدق ما يتغيران بس هناك ابيض هني اسمر بلاك اند وايت حياك الله يا جمال مشاهد الكرام لابد نشكر رعاتنا الاخوان في اجراس الاسطوره واخوي قاسم خزع المشكور اشكره دائما على يعني مو مقصرين معانا بهالفاكهه الجميله اوراد الجوري الاخوان في سابلي شكرا لهم ايضا شركه الديك الرومي ودائما هالبوفيه اللي في كل يوم ان شاء الله يتحفون جزاهم الله خير مشكور لرعاه البرنامج مشاهد الكرام طبعا نشكر جريده الغبس اليوم يعني كلام طيب عن برنامج اللوبي قضايا حيويه يوميه بغالب جميل اذا يطلعون المقاله المخرجنا اللي شكرا لجريده الغبس والاخوان اللي موجودين ان كان الاخ جاسم اشكناني او الاخت سعديه مفرح او كل القائمين على جريده الغبس على هذه الاشاده في برنامج اللوبي يعني واعتقد تحدثوا عن القضايا اللي طرحناها قضيه عامر العازمي لقائنا مع علي الدغباسي وايضا قضيه مع اياد صميط وكل القضايا يعني فكل الشكر لهم على هذه التغطيه وعلى هذه الاشاده. مشاهدينا الكرام خلونا ناخذ يعني تقرير او نقول كلام رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف بعد انتخابه رئيسا للاتحاد الكويتي لكرة القدم، خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين لكم. عبرك شهر جانت بالخير وهنانا، عبرك شهر جانت بالخير وهنانا، حافل بخيراتك شرفنا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم في عقد الجمعية الأمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم بحضور 13 نادي من أصل 13 نادي للجمعية الأمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم تقدم بالشكر الجزيل إلى حكومة دولة الكويت رئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة على إقرارهم القانون التوافقي اللي منه استطعنا أن نرفع الإيقاف في الفترة الماضية وتم تنظيم كأس الخليج. احنا اليوم نمر في مرحلة جدا حساسة ودقيقة للكرة الكويتية. الكرة الكويتية عانت كثير لأكثر من 10 سنوات بعدم استقرار، ولهذا السبب الكل يعرف تراجعنا الكثير. وأنا شخصيا كأحمد يوسف صباح لن أستقبل المهنئين ولن أقبل التهنئة، لأن أتمنى أن نستقبل المهنئين في حال إنجاز شيء إضافة للكرة الكويتية في المرحلة القادمة. أنا أعتقد اليوم الجمعية العمومية قالت كلمتها واختارت مجلس إدارة للاتحاد بهذا النظام النموذجي المتوافق عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم وبشهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أمامنا استحقاقات قادمة إن شاء الله بعد رفع الإيقاف الأولمبي عن الرياضة الكويتية، نتأمل في الأيام القادمة. نسعى بإذن الله أن نشارك في بطولة الألعاب الآسيوية كاتحاد الكويتي لكرة القدم في المنتخب الشاب اللي راح يكون هو منتخب الكويت المستقبل، وإن شاء الله الاتحاد راح يكون عنده أول اجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء، راح يعني نرسم خارطة الطريق لمستقبل الكرة الكويتية بتعاون الجميع، راح نستعين في جميع الخبرات، أبوابنا مفتوحة لكل من يضع يده في يدنا، وإحنا مادين إيدنا لكل رياضي كويتي عمل في الساحة الرياضية من أجل النهوض في كرة القدم الكويتية. عبرك شهر جانت بالخير وهنانا، عبرك شهر جانت بالخير وهنانا، حافل بخيراتك حامل تحياتك. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة. هذا التصريح رئيس الكويتي لكرة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، يعني صرح في هذا التصريح. هو قال 13 نادي من اصل 13 نادي، لا هم 14 نادي من اصل 14 من 14 حضروا 13
احضروا 13 غياب نادي القادسية، وايضا كان هناك غياب الاخ عضو لجنة التسوية الاخ مرزوق العجمي، وايضا اخوي ابو عبد الله خالد الجار الله ايضا عندهم احتجاج عن على موضوع الانعقاد والاشراف على هذه الانتخابات. بداية انا ببدا مع يوسف البيدان، ابو عبد الله رايك بما حدث اليوم في الانتخابات وغيره؟ لا، الانتخابات اليوم واضح انه في تنسيق مع يعني مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على هالانتخابات، لكن طبعا في بعض الامور يعني نعتقد انها فيها بعض المخالفات، لكن هذه المخالفات اذا كانت بموافقة الاتحاد الدولي معناته انتهى الموضوع. بس انا شدني تصريح الشيخ احمد اليوسف وقال ان النظام الاساسي اللي تم العمل فيه اخذ موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، وبنفس الوقت قاعد يقول نتمنى ان نرفع ونشارك تحت العلم الكويتي في دورة في الاسياد. اذا موافقين عليك موافقين على النظام الاساسي للجنة الأولمبية الدولية ما عندك مشكلة، معناته راح تشارك تحت العلم الكويتي يعني. هذا بس شدني كلامه، يعني انا ما اعتقد انه في موافقة من اللجنة الأولمبية الدولية على الحدث اللي صار يعني. يعني هذه الملاحظه يعني. ايه بس ما في اي ملاحظات اخرى ولا لا في بس في سياق محمد كرم نسولف عنها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، اول شغله، احنا بلد ديمقراطي وصارت انتخابات، المهم احنا محليا اوكي في الامور الدوليه والقوانين الدوليه يمكن احنا ما عندنا المام في اكثر، بس اتمنى من الحين اللي وصلوا لمجلس الاداره خفوا من التصريحات. نبي عمل، نبي نشتغل يعني. يمكن تصريحات يمكن ابو عبد الله صارت نقطه يمكن لاحق فيها امانه، صار عليك نقطه، انت قلت كلمه وقلت شيء انه صحيح. اذا انت واثق من نفسك وعارف انك خلاص الاتحاد الدولي وموافق عليك، خلاص توكل على الله وامشي اشتغل. فنتمنى تخف شوي التصريحات ونبتدي العمل. تعتمد غادر هذا الاتحاد على العمل؟ والله انا ان شاء الله ثقتنا فيه وان شاء الله قادرين ان شاء الله. من عبد الرضا عباس. طبعا اول شيء نبارك الاتحاد، وايضا نشكر الاخوان في لجنه التسويه اللي تم تشكيلها من قبل الاتحاد الدولي. لذلك الاتحاد الدولي اعطى الشرعيه لهذا الاتحاد وفق خارطه الطريق لاعداد لهذه الانتخابات، واعتقد ان طالما الاتحاد الدولي اعطى الشرعيه لهذه للجنه ومن ثم لاعداد الانتخابات، انا اعتقد التسويه الان مشت بعد اربع سنوات مدته هذا الاتحاد. اربع سنوات انا ما اتوقع يكمل. اي بس هو وفق الآلية والاتفاق اربع سنوات. اربع سنوات. فلذلك الاتحاد الدولي ارتأى انه هذه الجمعية العمومية هي اللي راح تشكل الاتحاد وفق اجراءاتها وفق خارطة الطريق، ومشت الان الاجراءات، وانا اعتقد ان الاتحاد بالتشكيل الموجود الان، يمكن انا اتكلم عن الاغلبية اللي مارسها والرياضة، وإن كان أنا رأيي دائما اللي يوصل للاتحاد يفترض أيضا يكون عضو في النادي يمارس مهام الإدارية، حتى لما يطلع للاتحاد يكون بالفعل فهم العمل الإداري الرياضي، لينقل هذه الخبرة الكبيرة في النادي إلى اتحاد لعبة واحدة، ويضع كل خبراته في الاتحاد. فأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وإحنا يعني الإداريين الموجودين أغلبهم الواعيب، اغلبهم اعتقد لو نسبه تناسب هم الواعيب، فنتمنى انهم بالفعل اول شيء يحافظون على اساميهم، اغلبهم دوليين، على اساميهم، وانهم بالفعل يكونون محل احترام لكل الانديه. يعني دائما استخدموا مشط العداله او مسارات العداله لكل الانديه. لا يقول لي انا والله عرباوي لازم ادافع عن العربي، هذه الثقافه احنا نرفضها ولا نقبلها، وان شاء الله يوفقهم. وضحت وعزيز. طبعا بداية أنا أحب أبارك لأخوي الشيخ أحمد اليوسف والأخوان اللي معاه الحقيقة، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المرحلة القادمة. أتمنى لهم التوفيق الحقيقة، ولهنا على البطولات، ولهنا على المنتخب نرجع منصات التتويج كما كان عليه بالسابق. أنا والله في أكو نقطة يعني كانوا أنا ماني خبير فيها، يمكن أخوي يوسف أخبر مني ولا الأخوان. أنا كنت أعتقد أنه يفترض أن تكون انتخابات الأندية قبل انتخابات الاتحاد، أنا أعتقد الله العالم. بس لطالما في أكو موافقة من الاتحاد الدولي فبالعكس يعني. أنا حتى كلمت الأخوان، أنا سمعت الكلام، كلمت دكتور محمد خيل، فوضحت له، قلت له محمد يعني أنتم ماخذين الحيطة في هذا الأمر، لأن
يعني ما تبي اي نادي باكر يقدم شكوى عن طريق كاس ولا شيء ورد يعيد الكره مره ثانيه، لانه والله صراحه احنا ملينا يعني. صحيح. ودنا صحيح. نبي الاستقرار الحقيقه. نعم. سواء مع الشيخ بتركي، الشيخ طلال، الاخ عبد الرضا عباس، الاخ محمد كرم، الاخوان كلهم الرياضيين، من يمسك هذا المكان عرف شلون. فانا يعني مثل ما تقول اتمنى لهم التوفيق ونعطيهم فتره لانهم يعملون، بس ودي انها تكون بطريقه صحيحه. صحيح. ما نبي نقع نرجع المربع الاول يعني والمشاكل الاوليه. نعم. اول ما عرض علي انا اني امسك الاتحاد الكويتي من الاخوان المسؤولين كلمتهم قلت لهم يا جماعه انتم تبوني امسك في هاي المرحله، هي اصعب مرحله، لا اكو نشاط ولا اكو شيء. صحيح. انا اقول لكم على شور يمكن لعل ياخذوني على قد عقلي مثل ما يقولون، انا ما اعرف له. ولكن انا اليوم من وضع اتحاد الشيخ طلال الفهد في الاتحاد الأندية، صحيح، يجب على الأندية تطرح الثقة في الاتحاد ثم يجي فواز أو يجي أي شخص. صحيح. من بعده. صحيح. عدل. صحيح. ما صار هذا الشيء، راحوا وشالوهم على طريقة أنه في أكو مخالفات مالية مخالفات وإدارية وإلى عاد. أنا هذا الأمر ترجع لهم هم شخصيا. ولكن ما صار شيء، طلعنا إحنا يعني قعدنا سنة في الاتحاد ما يمدينا حتى نعمل في هذا الوقت. فأنا كان ودي إن كان هذا الكلام يمكن مردود عليه بحيث إن في أكو موافقة من الاتحاد الدولي. بس ما تدري يعني لو باكر أي نادي من الأندية يشتكي عن طريق محكمة كاس. نعم. وترجع نرجع لخانة الصفر مرة ثانية، وهذه حالتنا إحنا مثل ما ذكرت أبو عبد الله يقول أنا عندي تحفظ، ما أعتقد الاتحاد يعني راح يستمر. ايه؟ هذا كلام صراحة ما ودنا. ما يبشر يقول خلق. صحيح. بس أبو حمد، عفوا أبو حمد، بس تعقيبا على كلام أخوي فواز، كلامه صحيح 100%. أنا المساء لما قلت لك ما أعتقد يكمل، لأن في ظل القانون الحالي المحلي يعطي الحق الحرية لأي هيئة رياضية تروح تحتكم محكمة الكاس. لو ترجع للنظام الأساسي المعمول فيه الحالي، استغلالية المادة 17 باستغلالية الأعضاء وهيئاتهم، مادة 2 و3 منهم، شوف أبو عزوز اسمع، يتعين إما انتخاب أو تعيين هيئات الأعضاء، ينص النظام الأساسي لهيئات الأعضاء، تكلم عن الأندية، على إجراء يضمن استغلالية تامة الانتخاب أو التعيين. 3، لا يمكن الاعتراف بأي هيئات الأعضاء لم يتم انتخابها أو تعيينها وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 2 حتى على أساس مرحلي. يعني قاعد يقول النظام الأساسي اللي انتخبوا فيه الحين هذا الاتحاد، أن هذه الأندية إذا مو منتخبة ما يعتد في قراراتها أصلا. فهذا مدخل يا أبو عزيز باكر حق الشكوى على هذا الاتحاد. بس ما تعتقد يعني أبو عبد الله أن الاتحاد الدولي هو مبارك لهذه الخطوات، مبارك لهذا الموضوع، وفي تنسيق من أعلى المستويات؟ صحيح. يعني بس محكمة الكاس ما لها شغل في الاتحاد الدولي. عفوا يعني احنا ليش نخلي على نفسنا ثغرة؟ بالضبط. يعني يا أخي سوي انتخابات تشتغل عدل. يعني وش المانع أنا اليوم يعني أسوي انتخابات أندية؟ وبالعكس الاخوان اللي كانوا موجودين ماسكين في الفتره هذه والله بالعكس ممتازين وقاعد يقومون بدورهم بزياده. نشكرهم الحقيقه الاخوه اللي مال التسويه يعني الحقيقه جزاهم الله خير. خليهم يقعدون لشهر 10 شهر 11 واسوي الانتخابات شهر 9 مالت الانديه ثم ادعي حق انتخابات. شنو العذر؟ شنو العذر ابو عزيز؟ واصلا احنا ما العذر، ليش العذر انهم ما سووا انتخابات بداوا بانتخابات؟ ما ندري والله. لان حتى القانون المحلي، عفوا ابو صقر، حتى القانون المحلي قاعد يتكلم عن ان كل الهيئات الرياضيه يجب ان تعتمد انظمتها الاساسيه بما يتوافق مع الاتحادات الدوليه، بمعنى ان لازم الانديه تسوي تعتمد نظامها الاساسي وتنتخب بعدين تروح حق. ليش ما مد يعني ليش ما مددوا اللجنه ولجنه التسويه وبعدين صار مثل ما قال ابو عزيز تصير الانتخابات؟ ابو حمد في برنامجنا هنا. ايه؟ انا تكلمت شخصيا في هالموضوع، قلت الواجب على لجنه التسويه تخاطب الاتحاد الدولي تقول احنا عندنا مشكله ترى سهله ما هي صعبه مثل ما قال اخوي فواز. يا اخي مدد عمل هذه اللجنه، سوي انتخابات الانديه، روح سوي انتخابات الاتحاد، شو المشكله؟ النتيجه واحده يعني. صحيح. بس ما ندري والان الوضع يعني ما هو 100%. ما ندري. ابو عزيز ليش تنازلت عن رئاسه الاتحاد الكويتي لكره القدم؟ انا ما تنازلت. ايه؟ انا انتهت المده مالتي. ايه؟ انتهت المده وصارت انتخابات اتحاد احمد اليوسف، الانتخابات اللي ايه؟ صارت ليش ما نزلت انتخابات؟ قصدك اي انا كنت نازل وبعدين تنازل. اي انا كنت ناوي الحقيقه اني انزل، ولا لما شفت بعض الانديه وتوجهات بعض الانديه ما بقيت اجازف في اني انا انزل، لان كان التوجه على احمد اليوسف. وانا صراحه بالعكس يعني احترم بالعكس، ورحت باركت له وقلت له الله يوفقك بالعكس. ابو عزيز هل ندمت انك انت استلمت الاتحاد الكويتي لكره القدم خلال هالسنه؟ بالعكس ما ندمت. انا حلم بعد لي كان يوم من الايام اني امسك اتحاد. ايه؟ بس كان حلمي ايضا مو بهالظروف. بالضبط. ايه؟ انا كان حلمي ايضا انه
انه يكون في نشاط. انا ترى مسكت الاتحاد في اصعب مرحله، في اصعب مرحله مسكنا الاتحاد، وكانت له ترى صراحه كانت له ايجابيات وكانت له بعض السلبيات. صحيح. يعني اللي قدمه الاتحاد لما مسكت المكافآت اللي صارت في ظل فترتنا ما حصل وان صار من قبل. يعني لما انت تقدم حق المركز الاول 100,000 وتقدم حق الثاني 70,000 وتقدم حق الثالث 50,000 وتسوي دوري درجتين وتلغي دوري الرديف يعني هالامور هذه يعني وايد زينه يعني يعني, يعني سوت. انا اشوف ان الدوري الفتره اللي مسكناها كان دوري وايد مميز، حتى الدوري السنه يعني مو ولا قصورا، بالعكس هم زين وقاعد يطور، لان انت اليوم لما تسوي دوري الدرجتين تخلق روح التنافس. هذا الكلام اللي انا قلته لكم، قلت اول ما جه الاخ ابو عبد العزيز شال فريق الرديف، كان فريق الرديف قاتل للمواهب، كان يخدم نادي واحد بغض النظر الان، لكن لما شال الرديف ايضا عفوا بس خلنا اضيف عليك، شلون يخدم نادي خلنا اقول لك، خلنا اصلا حتى المحترفين خلصوا ما يخدم نادي اصلا، يضر الرياضه لكن يخدم نادي ابو صقر. لا لازم ابو صقر لازم نناقشك شوي بحوارك، تبي تروح السنة وما نقول لك هذا غلط، تتكلم على هالنقطه ما يصير. ابو صقر ليش تزعل؟ ليش صدرك بوسع؟ وسع صدرك زين. احنا نقول ان هذا الموضوع اضر الرياضه، موضوع الدمج يا ابو صقر، لكن ان نادي واحد وكانك ترمز لنادي القادسيه، هذه ما خلاص خلصنا منها ابو صقر. ماشي تجاوز هذه النقطه. إيه؟ بس احنا لما حلوا بطوله الرديف او دور الرديف، قلت لكم انا ان اكثر اللعيبه اللي كانوا في الانديه راحوا انتقلوا، اللي كانوا زايدين. إيه؟ ايضا ابو عبد العزيز قصر او قلل عدد الفريق، كان من 40 سويته 30، كان 35 صار 30 30 30. تخيل خمسة من كل نادي ينتقل ويتوزعون على الأندية طبعًا. يرتقي المستوى، تذكرون حتى أنا قلت حتى حق النادي العربي عبد الله ماوي كان مسجل في القادسية، طلع إلى نادي النصر ولعب موسم جيد، يعقوب الطرار وغيره، يعقوب الطرار نجم من نجوم الكويتية. أكثر من كذي أبو عبد العزيز بدأ المستوى يرتقي، مستوى الفني أتكلم بدأ يرتقي بين وصار منافسات. وأنا قلت حق العربي كان مستوى فريقنا نوعا ما كان زين، بكم يا جماعة ترى الآن الفرق قد تكون مستوياتها مو زينة، خاصة على المستوى اللياقي وإلى آخره والإعداد، لكن مع المباريات ووجود لاعبين نخبة من الأندية راح يرتفع المستوى ويرتقي، وبالتالي راح تواجهون مشكلة في الند مع الفرق الأخرى. وبالفعل هذا اللي حصل. فأنا واحد من الناس اللي أيت تقليص العدد، فالحل دور الرديف وأيضا الدرجتين خلق منافسة. اليوم ترى كل الأندية يمكن ترام طلع فترة ورد، النصر طلع فترة ورد، يعني أمانة في الفترة اللي مسك فيها فؤاد الله مو قدامه، أمانة كانت فترة إيجابية جدا. أول شيء في شيء خلى الأمور المالية، يمكن مو هو دفع ما دفع ما أدري مدفع، المفروض هذا من المفروض من الهيئة كممثل للحكومة. فأنا أعتقد أن دوري تاخذ الدوري العام 7,000 دينار تاخذ، ليش؟ صح سوى شيء فعلا ايجابي، مره يدفعونها مره ما خلى الحين حتى 7,000 دينار شنو لما نسويها 100,000 دينار والثاني ياخذ المبلغ، هذه نقطه ايجابيه غير الامور الثانيه امانه مو قدام اللي سوى. بس ما تعتقد هذا دليل ان الهيئه ما كانت متعاونه مع الاتحاد السابق؟ يا يعني ما دام هو بالنهايه منوط في الهيئه هذا ما لخص الهيئه ولو مو متعاونه، ترى احنا جبناها من مواردنا، احنا من موارد الاتحاد. انا ما دفعت بيزه حمراء حق الاتحاد من جيبي ترى للعلم. الاتحاد هو سوق نفسه بنفسه ويبنى الفلوس بنفسه، لا هي ادفع دعمتنا ولا شيء. ترى الاتحاد غلط الاتحاد يدخل فلوس، غلط المفروض الحكومه الهيئه المفروض تساهم. وعلى فكره انا في اكو عندنا الاستثمار اللي انا كنت سويته مع الاخوان في فترتي، بعد فتره اصلا الاتحاد يكون دخله بالشهر مو اقل من 120,000 دينار اذا وافقوا لهم على المحلات والاستثمار اللي راح يصير اللي في العدلي فوق 120. طيب 120 تضربها انت تتكلم انت ب 12 يعني تتكلم انت فوق المليون دينار مليون غير الرعايات طبعا اكثر غير الرعايات غير الرعايه هذا بس زين. انا كان توجهي مستقبلا لو كنت ماسك للرياضه، الاول اعطيه على القليله نص مليون دينار، الثاني ربع مليون دينار من مواردي. ما اخذ شيء ترى ولا حاط شيء من جيبي. تدري نادي يعني ابو عزيز تقول ابو يعني عزيز يعني تقول الاتحاد يعني الاتحاد قاعد يدخل فلوس يعني. يدخل فلوس اي بس بينما يقدر. الاتحاد السابق وهذا ايضا يوسف شاركنا فيها
انه كان يشتكي من قضيه الموارد وان ترى على فكره بس ودي بالشغله انا ما اتكلم عن شيء انا ما اخذته إيه مع الشيخ طلال ونعم بالمجموعه الاخرى اللي كانت اشتغلت عن فترتك احنا نتكلم انا اتكلم عن فترتي إيه؟ ترى اللي دعمونا فيه الهيئه هي شغلتين بس إيه؟ بطوله حضره سيد صاحب السمو وولي العهد الله يطول بعمرهم يعني هذيلا هم اللي دعمونا فيهم الهيئه بس اللي سوولنا فيها يوبريت بس اما مساله ان هذا احنا ابن التسويق وغلط هذا ابو عزيز والله تبي يعني صدق غلط المفروض الحكومه دوري هذا دوري لا لا الحكومه تدعم وعمليه التسويق والتسويق مهم عدل عدل صح ولا لا صح يقول انه قاعد يدخل بس محمد شوف يعني احنا الظروف اللي تمر فيها الرياضه الكويتيه ما حد يقدر يشتغل يعني في ظل وجود اخوي فواز الحساوي الكل كان متفائل شخصية رياضية محبوبة يملك عقلية بس بو بدر تقول لي يعني وجود فواز في الاتحاد الكل كان متفائل ما كنا متفائل احنا نعتقد البعض يعني يتكلم داخليا يتكلم عن القادسية ولا عن الاتحاد على الاتحاد ما حد كان متفائل ليش متفائل مو قصورا في فواز ما فكر ما كان في قضية الظروف والوضع اللي صاير في الرياضة اصلا فواز لا قاعد اقول لك يا وفي ما في انا اقول انا قاعد اقول لك يا وفي وضع رياضي متكهرب لكن انا اتكلم عن شخصية وجود الشيخ اخوي فواز الحساوي مهما كان لو يجيب اي شخص ما يقدر يسوي في ظل الظروف يا لا عمل بس الوضع الوجود ما يقدر لا اللي سواه زين ابو عزيز ما يقدر ما يعطي امل لواحد مقيد يا انت تعطي اذا ما وفرت كل الامكانيات الاستقرار الرياضي مهم جدا صحيح ما في استقرار في اتحاد كره القدم لكن انا عطني مثلا وعمل خلف فواز الحساوي يستلم اتحاد كره القدم لاربع سنوات وفي ظل ارضيه جيده في ظل دعم في ظل هذا اللي اقصده انا يعني احنا هناك نملك عقليات جيدة إدارية وتجارية وكذا لكن ما قاعد تأخذ فرصتها الأجواء المحيطة فيها بالإضافة إلى الحفار اللي عندنا وكل واحد يطق يسال وكل واحد ما تقدر الجو الرياضي عندنا ما يعطي فرصة للكفاءات الرياضية أنها تشتغل في نعم أنا بسأل جمال يمكن شوي محرس شوي بحكم يعني قرب علاقته مع أبو عزيز هل تعتقد جمال أن أبو عزيز أخطأ في مسألة قبوله لرئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم برأيك أو تسرع اسألني أي سؤال بس أنا تسألني قوانين نفس صاحب لا 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 ما أسألك عندي وزن أنا ودي أجاوب على السؤال لا خلي يجاوب جمال أبي جمال يجاوب شو السؤال أبي بصراحة جواز نقطة أنه مسك الاتحاد أنه قبل في هذه الظروف وفي هذا الوضعية وهذا أبو عزيز كان عنده رغبة أنه يمسك الاتحاد فترة طويلة بس من الوقت اللي فواز مسك فيه أصعب مجال لأي رياض إنه يمسك الاتحاد ليش؟ عندنا ناس يعني صراحة بالرياضة قاموا يكبرون المشاكل سواء فواز مسك أي شخص مسك يعني بيحاولون يحرقونه بالإعلام لأن في فريقين صراحة صحيح فريقين يشيل الاتحاد فريقين ضد الاتحاد لو يروح فواز يروح الفريق اللي عكسه يهاجم هذا اللي بيهاجمونه فأنا كنت أتمنى أن أبو عزيز ما يمسك ليش؟ إحنا الحين وقت بالرياضة عندنا بالكويت قبل بالسابق الرياضة تجمع الحين صارت تفرق الرياضة صحيح والرياضيين الحين بالكويت 70% أو 80% منهم مختلفين هذا ويا هذا هذا ويا هذا بالنهاية يصير هذا قراره بس الناس الجمهور سواء على سبيل المثال يوسف البيدان يقول أخوي يذكر الله يذكر بالخير جاسم أشكرانه كل يذكر المخوان بس احنا ندري اخوان وندري شنو العلاقه بينهم طيب بس لما يقول يوسف المبادئ اللي نشوفها الرياضيه لا لازم يصير شيء جاسم اشكال ضده الناس شنو عبالهم برا متهاوشين مع بعض وهذا يسب هذا هذا يسب هذا هذا يوقف في هذا صارت عند الرياضه بالكويت ما تجمع تفرق في شغله قلت ذكرتها بالبدايه حق الاخواننا قلت عن انتخابات الاتحاد من اللي يمسك ما يمسك وسواء قال يسب عبد الله قال شهرين أنا في شغلة أعرفها وإن شاء الله هذه الشغلة تكون أكيدة. شوف سواء حل اتحاد الشيخ أحمد اليوسف أو عودة الشيخ أخوي طلال فهد أهم شيء النشاط بالكويت ما يوقف. بهذا المهم. هذا أهم شيء. كيف تصير مشاكل بينهم بين بعض قضايا بس هذا بس هذا جمال راح يخرب الاستقرار مالك. هو أهم شيء الاستقرار عزيز بس أنت أنت شغلة ما يخالف أنا معاك لو أي شغلة تصير راح تخرب على التنظيم اللي انا عملته يعني ايا كان
انا قاعد انظم وقاعد احضر وقاعد اجيب مدربين وقاعد اسوي معسكرات وقاعد اسوي اي شخص ثاني يدعم نعم. فيهم كلهم في فكر ثاني يقول لك انا ما ابي اسوي كذي. اذا الخطه اللي انت كنت واضعها عشان تبي تطبقها ما راح تطبقها. المشكله لا لا بس انت اليوم انت اليوم انا مع ما يخالف انا اليوم لما امسك اي مجال اذا ما اعطيتني فرصه اني انا اعمل انا اعطيتني فرصه اعمل لك سنه ولا تسع شهور شنو اسوي فيها؟ صح شنو اسوي؟ زين بس ابو عزيز بقاطعك جمال. هل ابو عزيز كان هناك اتفاق؟ هذا في كلام احنا سمعنا وابيك تجاوبني بصراحه ابو عزيز واحنا عهدناك انك صريح ان اتفاق ان ما قبل فواز الحساوي الا بشرط من احد هذه الشروط ان اقل شيء اقعد سنتين في الاتحاد. هل هذا كان موجود؟ لا مو هذا الشرط. ما شنو الشرط؟ قال من بدايه الحديث ما كانت سنتين. بدايه الحديث ان فواز راح يمسك على بالفتره الجايه القادمه كلها كلها ايه. علشان كذي انا قبلت. والشغله الثانيه اللي خلتني ايضا اقبل اكثر مباركة حضرة سيدي حضرة صاحب السمو يعني على هذا الشيء. والشخص اللي نقلني الخبر هذا قال لي ابو عبد العزيز انت يعني الشيخ هو اللي طرح يعني الاسماء لما قلنا له قالوا ايبو فلان. فلما قال لي الكلام هذا بالعكس انا رحبت في هذه الفكره. لما يطلب مني ولي الامر في هذا الشيء انا مستعد اني اي واقعد اكيد بالعكس هذا شيء يعني بالعكس هذا شرف لي. وانا الحقيقه ما ابي امسك لجان انا ما ابي امسك لجان صحيح. انا ابي انزل عن طريق جمعية عمومية أترشح من ناديي أخذ أصوات الأغلبية أنجح بطريقة هذا يعطوني مجال أشتغل أرتب الأمور. هذا ما صار. هذا ما صار إيه ما صار لأن في الاتحاد أنك يعني الاتحاد أحمد اليوسف كنت تتمنى يكون نعم. فواز الحساوي هو رئيس الاتحاد نعم. الحين حنا يعني أنا أعتقد اليوم ليس كالأمس يعني اليوم الآن حنا نملك اتحاد كرة القدم متخذ من قبل الجمعية العمومية اتحاد كرة قدم مستمد شرعيته من قبل الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي متواجدين اليوم محترفين في هذا الاتحاد. احنا اليوم كلنا مفترض نفرح برفع الإيقاف نفرح بعودة نشاطنا نفرح بمشاركة منتخباتنا الوطنية نفرح بأن نشارك في الاجتماعات الخارجية. احنا الآن في مرحلة يعني خلينا نقول انتقالية جديدة يعني احنا كنا أول في لجان انتقالية تعين من قبل الدولة وغير محترف فيها لا نستطيع أن نشارك إيقاف. لكن الآن بس مبادر احنا في كل مرحلة احنا في مرحلة إيجابية لا خلنا نقول المفروض نركز على هذا المرحلة يعني هم في مرحلة اتحاد الشيخ أحمد اليوسف أنت مبادر نفسك قلت نفس هذا الكلام وبعدين ان اتحاد شرعي وغيره وطلع بعدين اتحاد مو شرعي وصارت في مشكله. انا ما قلت باكر خوفك تينا محكمه كاس لا وممكن تنسف الان يا ابو حمد يا ابو بدر الان هذا معترف ايجابي اسمعني إيه؟ الان محترف فيه من الاتحاد الدولي الاتحاد الاسيوي محترفين إيه بس فيه في عندك محكمه كاس ما تدري ما كان في اتحاد ما كان معترف فيه من الاتحادات الدوليه الان حنا الان الان الحمد لله يعني قالوا الجماعه عنده كان محترف فيه من الاتحاد وبعدين طلع موضوع الربيع وعندنا كتاب الامور الامور ان شاء الله تكون طيبه يا رب احنا نتمنى الحين امنيتنا الان مو ليش كره القدم احنا عندنا العاب اخرى ايضا موقوفه صحيح. فلذلك احنا بانتظار ان شاء الله اخبار طيبه خلال المرحله القادمه من خلال اللجنه الاولمبيه من خلال التفاهم بين الحكومه من خلال الوفد الحكومي اللي سافر الى لوزان ان شاء الله الامور طيبه وتكون هناك في تحركات ايجابيه ان شاء الله نبشر جميع اخواننا الرياضيين يعني احنا الان في عايشين في فرحه مساء سالت سؤال هل اخطا فواز الحساوي في قبوله انا اقول نعم فواز اخطا شوف اي واحد مثل فواز ولا اي رياضي اخر علشان تطلب منه انتاج يفترض انك توفر له بيئه مناسبه فواز دخل في وقت ما 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 اختار اصلا من وياه باللجنه ولا كان يملك يختار منه يمكن في شكل محدود اسمح لي بتكفى ابي اضافه لكلامك في تصريح هني في اللوبي للاخ حمود فليطح وابو عزيز يكون وياي انه قال حمود فليطح هني عندنا في مكان عبد الرضا عباس قال ان فواز الحساوي هو من اختار اعضاء اللجنه المعينه ولم يفرض عليه اي احد هل هذا صحيح بس عندي ايه؟ عشان نقطه ورجع لان في بالنسبه انا اخترت وما اخترت اول شيء ونعم فيهم كلهم انا ما عندي مشكله مع اي احد لما اخترت انا اول واحد اخترت صباح عبد الله الله يشافيه الله يشافيه كان يكون في يا رب الله يشفيه والاخ اسد تقي انا من اخترته والاخ عفوا مو سعد الغط دكتور محمد خليل كذلك كان مع المجموعه وانا كان الاتحاد خمس اشخاص طيب ايه منو بعد صلاح الحساوي خالد الفضلي حسين لا صلاح الحساوي صلاح الحساوي وهذا احنا خمسه كنا خمسه طلبوني
رحت الهيئه كانوا الاخوان قاعدين كلهم، قال ابو عبد العزيز احنا نبي ندخل ثلاث اسماء. قلت ما يخالف، قال بس احنا بنطرح الاسماء واذا انت عندك اي تعقيب يا ريت تقول لنا. تمام. بالعكس اللي اضافوهم كلهم اخوان وزملاء واشتغلت معاهم وربعي وما عندي اي مشكله معاهم. فقال ابو عبد العزيز سعد الحوطي، قلت والله بالعكس هاي الساعه المباركه، يعني سعد الحوطي رجل يعني مخضرم رياضي ولعب بالمنتخب ونستفيد من خبراته. قالوا كذلك حسين الخضري، ما عندي اي كومنتس، كذلك نفس الشيء. قالوا الاخ خالد الفضلي كذلك نفس الشيء، كلهم لاعبين ومارسوا، بالعكس احنا نستفيد منهم كونهم لاعبين لهم خبره وكانوا بعضهم كانوا اداريين، فما كان عندي هذا. اما اني انا نقيت الثمان اشخاص، لا انا ما نقيت بس البعض قال انه والله في اثنين من نادي الكويت والبعض ايضا ارمز لها، ما سبب لك احراج واللجان ووجود خالد الشريده في لجنه الانضباط ما سبب لك حرج؟ لا والله بالعكس، لكن انا كنت ايد يعني كنت احبذ شغله واحده يعني بالعكس، ونعم فيهم اخواني بنادي الكويت ونادي القادسيه والعربي وكل الانديه، ولكن يعني يفترض كان يعني الشخص ممثل من كل نادي افضل اي يعني. وانا كنت يعني كنت احب اشتغل مع اخوان يكون العدد خمسه اربعه خمسه كافي يعني لان هاي باقي اللجان لان هاي لجنه انتقاليه صحيح عرفت، فكثر ما يزيد العدد انا الحين ماني عارف يعني الاتحاد الحين ماني عارف 15 عضو ما 14 13 يعني الله يعينهم الله يعينهم الله يعين الله يعين الرئيس بس عبد العزيز بيخالف انا الحين بس في الكلام انا قطعت يوسف رد عليه لا 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 يوسف ما كمل ما كمل ما كمل رد جاوب عني بصح لا لا انا عندي كلام اللي بقوله شوف شوف ابو حمد هذاك الغنم مساع أنا يمكن في تصريح أو مقابلة حق فواز يمكن كلم جمال وراها قال إن أنا شرطت عليه يمكن سنتين أقل شيء سنتين يمكن بالرأي كان وبعدين فواز الحين يقول أنا كنت يعني الفكر إن أقعد أطول مدتي لأربع سنوات لا مو أربع سنوات أبو عبد الله أقصد يعني أنا نمسك فترة انتقالية بسيطة وبعدين يصير انتخابات أنا هذا اللي بوصل له أبو عزيز القانون في هذاك الوقت قانون 34 كان يعطي الحق للوزير المعني يعين 6 شهور ومده مماثله يعني الماكسيموم يعني عندك سنة إيه. فما يصير يفاوضك ويقول لك انت راح تقعد سنتين ولا ممكن تطول لان القانون واضح ما يملك اصلا ما يملك يعطيك بس عبد الله ابو فواز ابو عزيز ايش قال يعني اني انا استمر في انتخابات اوكي الحين لجنه انتقاليه مدتها 6 اشهر ولا سنه لكن اذا صارت انتخابات انا اكون رئيس لا لا لا, لا ما إيه؟ كان الموضوع بهذاك الوقت ما كان علاقه بالانتخابات على تشكيل لجنه معينه لا اقصد بعده صح كلامه بعده كان المخطط انه يصير انتخابات إيه إيه يعني. انا اتكلم عن صلاحيه او مدد اللجنه اللي يعني اللي يملكها الوزير يجدد عبد الله بحد سنه 6 شهور بس يجدد ما يقدر لا ما يقدر بس حد بالقانون بالقانون الفكره كالاتي اللي بقولها فواز عمل في نادي القادسيه تقدر تقيم فواز شنو اداه والكل يعرف شنو عمل فواز بالقادسيه لكن في هذاك الظرف عفوا بس مهر انا لما عملت في نادي القادسيه ترى اول موسم مسكت فيه الفريق ما اخذت ولا بطوله صحيح بعدين بدات البطولات تي يعني انت اليوم لما تيجي تبتعد تحتاج وقت طبعا يعني انا هذا اللي بقول ابو عزيز انا اقول عشان خلينا نتكلم بشكل صريح يعني حتى مساء قضيه الدوري الدمج والعدد هذه امور فنيه يمكن لو كان منتخب فواز هذا بكل اريحيه يسويها لكن احنا نتكلم في ظرف معين في لجنه ما هي فواز يدي انه مو معترف فيها من قبل الاتحاد الدولي اتحاد لما تمسك لجنه في اتحاد القدم اذا ما كان عندك مشاركات خارجيه ما ايش تسوي باتحاد القدم تنظم دوري محلي شنو انا ما ادخل فيه انا لو فواز مشاورني والله اقول له لا تدخل فواز وغير فواز والدليل شوف مع ان الفرصه كانت تعيين ابو صقر يعني شو تعين النقوه لكن شوف المشاكل اللي صارت في هالمده هذه كلها مشاكل زين في سؤال اسد تقي ابو عزيز ليش استغال محمد كرم يقول رايك وبعدين تشوف ابو عزيز انا بسال عن اسد تقي ليش استغل بوائل وين نور يا سمير تفضل سؤال شنو قاعد يا عن الاتحاد عن الاتحاد شوف انا شوف يمكن اختلف وياهم في وجهه نظري يقول ليش ابو عزيز ليش استلم وهو ان الوضع ما سيء لكن في شغله لازم نفهمها يا جماعه لازم في واحد يتحمل مسؤوليه انت والله الوضع زينه وكل شيء تمام وكل شيء هادي انا بيستلم لا في بعض الاحيان في الامور هذه اللي تتحمل مسؤوليه
وانا اقول حق ابو عزيز كيف يعني يوافقني ولا يختلف وياي، انا اقول إن بالعكس اللي سويته شيء زين وشيء ايجابي، وفت لو خدمت كذا شهر سويت شيء للكره الكويتيه امانه. فانا اعتقد مو صحيح. لا اسمح لي، لا كان عينت الهيئه احد موظفينها يمسك اللجان، خلت تحمل المسؤوليه الهيئه اللي حلت مو يقطونها براس رياضي. لا 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 اسمع اسمع، انا اقول لك مو تنادي لي الناس وتقول لي تعال تقعد لك سنه ولا سنتين وانت ما تملك تعطي، كان عينه موظفين. لا 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 نفس ما عينه قبل. انا اقول الفتره اللي مسك فيها فواز في امور ايجابيه وايد كبيره، اذا في امور سلبيه اللي بتصير امور ايجابيه وايد اكبر. واحنا كرينا الامور الايجابيه هذا اللي توه قاله، هذا الامور اللي سواها الدم تغليص هذا والمكافئ بامكانه يعطي للمنتخب. ادري المنتخب انا اتكلم على المده، انا اتكلم الناشئين. ادري ادري ما اعطى حد وصح كلامك، نتمنى الافضل، لكن اللي سواه مو سلبي ايجابي، سوى الامور اللي يقدر بالشيء المحدود اللي هو فيه. لكن انا اقول لك ما ابي اتحمل مسؤوليه، لا يبا مو حكي هذا انه لا مسؤوليه، بكل واحد بينحاش بالمسؤوليه. انا اقول اللي سويته خدمت اليوم بعمر. بس ابو علي ابو علي هو ايش قال لك؟ ايش قال لك؟ قال لك اوكي انا في لجنه انتقاليه، انا كانت هذه رغبه مرحله انتقاليه، لكن انا طموحي اني امسك الاتحاد، كان مش الاولى يكافئون فواز الحساوي بانه يكون رئيس الاتحاد. ما كافئوا غلطانين، ما كافئوا غلطانين وياك عادل، لكن اللي سواه شيء زين. من يرشح فواز الحساوي؟ من اللي رشح فواز الحساوي؟ بعد القادسيه تدري ما تدري عليه، يمكن موقفه يتغير. لا ما تدري انت، لا تتكلم بغيبيات. لا لا انا اقول لك الحين اتحاد السباحه لا والله خدمت لي اتحاد السباحه نادي القادسيه قاعد يشارك فيه وتقدم مرشح له، وهذه الانديه زينه باتحاد كره القدم. زين اتحاد كره القدم يقول لك هذه الانديه انتهى صلاحياتها، طيب ليش قدم ترشيحك لاتحاد كره السباحه؟ قدم مرشحه وبدر. لاحظ بدر، يعني الحين العائق في عدم ترشح فواز ان نادي القادسية ما راح يرشحه؟ لا سؤالي، لا لا اسمح لي، انا سؤالي قاعد اطرحه على، بس هو كان هذا السؤال. لا 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 سؤالي اسمح لي ابو عبد الله، سؤالي حق ابو لما قال لي على فواز الحساوي، قلت له منو بيرشحه؟ قال نادي القادسية. نادي القادسية مقاطع ماشي، بس انا عندي وجهه نظر ابو حمد بس بهالجزء. والله ثواني ابو بدر، في هذا تحديدا هذا القانون الحالي، هذا مفروض وهذا ما صار، مفروض ينشؤون مع الهيئات التحكيم، حتى لو يرفض نادي القادسية إنه ما يرشح فواز، فواز بإمكانه يلجأ حق هيئة التحكيم ويترشح. ليش ما تم اعتماد هيئة التحكيم نفس ما كانت في السابق؟ عن طريق حتى تروح ابتكر المخبر تسوي اثبات حالة أيا كان، بس كان بإمكانك يعني، كان بإمكانك. شوف أبو بدر، لا أنا صريح، أبو بدر لما يجي من نادي القادسية، يعني الآن نادي القادسية يرفض أفهم ويروح على فواز الحساوي يروح يتحدث. لا بس مبدر، هل هي صار الموضوع هذا الاساس؟ النيه ما هي مساله ترشيح فواز الحساوي، والريال قص الحق من نفسه. محمد المفروض فواز الحساوي محترم قص نفسه من اول يوم اختاره. ها من اول يوم اختاره شلون؟ انا لما في منصب مثل هذا وشخصيه مثل اخوي فواز الحساوي، اختار اعضاء مجلس الاداره كلهم انا اللي اختارهم، ما حد يفرض علي. عشان كذي انا بغيت اقول له، هو قال لك ما فرضوا علي. لا 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 الاعضاء الثانيين هم محمد ثلاثه، وهذا انت تساعد كل الخلاف اللي صار في امور العيب. المفروض ما يتدخلون في هذا الامر. مع الاخ وعزيز لما استدعوه وكان حاط الاسامي، كان يفترض ابو عبد العزيز يكون مور سوليد. ابو عبد العزيز يقول تبوني انجح هذا اختياري، تبون تدخلون اترك لكم الموضوع وانتم كيفكم. كان يفترض يعني انت اليوم انت الوحيد من الاداريين الكويتيين. انت في كل الحالات ما راح تنجح بهذاك الوقت. خلنا نكمل في هذاك الوقت، في هذاك الوضع لو تختار مو نقوى، انت عندك ايقاف وين ينجح؟ ندري عشان تكمل انت الحين قاعد تلوم فواز، شنو الشيء الخطا اللي سواه فواز؟ سمعت كل اللي سواه ايجابي. اسمعني انت، ما حد قال ان فواز سوى يعني، والله العظيم اللي قاعد اتكلم شيء فني. انا كرياضي اتكلم يا جماعه بس خلنا نتكلم. انا بس اتكلم الكل يطول ينط علي، شو السالفه؟ تفضل ليش؟ ليش استهدفت؟ لا لا لان انا اخذت عهد على نفسي اني ما اتدخل، عشان لا يقول والله انت القاضي، يقول لي انت متعمد انت. لا
لان شخصيتك مميزه يا ابو صقر، لان شخصيتك مميزه فيقاطع كمل والله. انا اقول ليش انا اعتب على الاخ فواز؟ احنا الحين بغض النظر عن الايقاف تم اختياره الان، هو امام امر الواقع وعلق الجرس، جزاه الله الخير ومشكور وما قصرت. لو انا صاحب القرار يا ابو عبد العزيز وانا اختار، انا هذا فريقي بغض النظر. لكن لما دخلوا عليك اسماء مع التغيير لهم كلهم، احنا مو ضدهم كاسماء كاشخاص، لكن لو بتيجي تطالع بعض الاسماء اصلا ما عندها خبره اداريه. يعني انا ايبه احط توني قاعد اقول، انا في بدايه الحوار اقول يفترض اللي يوصل الاتحاد يجب ان يمارس ادارته في ناديه في البدايه. كم واحد الحين ما عندهم اي خبره؟ اقول لك انا ضد هالمبدا، انا ضد هالمبدا ابو عبد الله. فلذلك انا اقول ابو عبد العزيز كان احنا كنا نعول عليك انك انت تختار السوليد الفايترز مالوتيك وتتكي عليهم. وضح. لما اتي وتسترخي معاهم والله كيفكم هذا والنعم فيه، لا 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 انا هذا فريقي، هذين الفرسان اللي بقاتل فيهم، تبوني انا حاضر، ما تبوني انا يلا مع السلامه. لازم نحط رابعه يعني كيفه يتحمل المسؤوليه؟ مو هاي مشكلته، رياضه علاقات مو رياضه كفات. لا اسمعني، ولذلك فواز حتى اختارهم زينين، ولذلك فواز قدم استقالته من اللجنه لما كان في خارج الكويت. ليش قدم استقالته؟ شو الاسباب؟ انت ما يقولها يعني يسأل يمك. بقول لك انا لا مرات يمكن لا لان هذا يطلعون انك فشل بهالفتره. خلنا نسمع، نتمنى يطلعون انك فشلت بهالفتره. لا مو ما انا اتكلم عن الناس، ما اتكلم عنكم انتم، لا انا اتكلم عن الناس. الناس تبي تطلع انه فشل بهالفتره قصب مع انه نجح. لا لا مع انه نجح. انا كفني اتكلم فنيه، ما تقدر تنجح في ظل الاوضاع اللي نجح الفتره اللي ما تقدر شغلات انا كفني رياضي اقول في اشياء ايجابيه. خلنا نسمع ابو خالد. احنا قلنا راينا ان نتمنى كان ابو عزيز ما يرضى ما يمسك من البدايه. ايه؟ مسك ابو عزيز، يوم مسك ابو عزيز كل الشغلات الايجابيه للاعب كره القدم سواها. نعم حق الفني حق اللاعب، كل الشغلات اللي تمناها لاعب كره القدم سواها مدرب ابو عزيز، ومشوا عليه من بعد الاخوان الشيخ احمد يوسف ولجنه التسويق مشوا عليها. سوى كل اللي يبيه لاعب كره القدم. نعم صح. زين احنا نتكلم، اوكي انت ما اخترت الفريق اللي تبيه، زين ما اخترته، هم حطوا عليك كذا اسم في ظل ظروف معينه، في ظروف معينه بس سوى اللي يبيه اللاعب. نعم. انت لاعب كره قدم ولا مشاهد، ولا مشاهد شجع فريق. نعم. اللي تبي الرجل صرنا الدرجه الاولى درجه راح نتابعهم. صحيح. صار لنا فترة طويلة ما قاعد نتابع الدرجة الأولى. والله العظيم لآخر أربع مباريات خمس مباريات نروح في تنافس، نروح نادي الشباب، نادي الشباب الحين لحق الفرق الصغيرة. أسألك ليش استقلت أبو عزيز ورديت؟ أول شيء أنا ما أبي كنت أتكلم عن المواضيع هذه لأن كذا مرة طلعت اللقاءات وتكلمت فيها. أوكي. ولكن هذا خطأ من فواز الحساوي وليس مع فواز الحساوي الاستقالة، لأن فواز الحساوي كلف من سيدي حضرة صاحب السمو، ما كان يجب علي التسرع في ذاك الوقت في الاستقالة. يمكن صار في سوء فهم بيني وبين إخواني أعضاء مجلس الإدارة، وخذيت القرار على عجالة. واليوم مو عيب لما الواحد يخطئ يقول أنا أخطأت. أنا بكل شجاعة التقيت في ذاك الوقت الشيخ سلمان، كان وقتها وزير الشباب، والتقيت الشيخ أيضا أحمد منصور، ورفعت يدي بكل شجاعة قلت لهم أنا اللي أخطأت بتقديم استقالتي. ما كابرت وقلت لا سويت كذا وكذا، لا والله. نبي نعرف ليش استقلت، مو احنا مو اخطات، نبي نعرف ليش. كان في اكو كلام بيني وبين اخواني اعضاء مجلس اداره، وكان في اكو استقاله اخوي اسد تقي، وما احب اتكلم عنها في هذا الامر، يعني صفحه وانطوت يعني، عرفت؟ لان قعدنا مع بعض وانتهى الامر من ثاني يوم. تصير مشاكل، تصير هذا كان تسرع مني، يمكن اللي انا اكون عجول في بعض الامور، يعني في سوء خلاف، كان في اي نعم، فكان في بعض الخلافات من بعدها من الاعضاء اللي انت اخترتهم ولا مع الاعضاء اللي اخترتهم. لا والله صار في اكو خلاف بين الاعضاء ككل، يعني في اكو اعضاء ايدت، في اكو اعضاء خالفت. وانا صراحه مثل ما تقول يعني ما ابي اذكرها مره ومرتين، بالعكس احنا عملنا يمكن لعل نكون وفقنا ولعل نكون ما وفقنا. هاي كل اليوم ما في عمل من غير اخطاء، كل العمل تسويه له حتى لو كان مدهوش في سلبيات وفي في ايجابيات. في إيجابيات. إيجابيات. انا كوجهه نظري يمكن العلامه اللي كان عليها بيج كويستشن مارك في فتره فواز الحساوي هي
موضوع الثلاث نقاط وهذا اللي اخذ فيه. اللي اخذ اكثر من انت حجمه انت مو معني فيه اصلا انا بس مذنبك قصدي يعني مذنبك. فهذا كان المين ريزن مال المشكله مالت فواز الحساوي اللي صارت في ذاك الوقت. اليوم صارت عندنا كذا خطا في الاتحاد ولا شيء، يعني لاعب ما يسمح لنا يلعب، هذا يلعب لا راحت له لجنة الانضباط، لا راحت لجنة الاستئناف، لا راحت المسابقات. الشاهد طلعت مني من الاتحاد بعد العمل كله، طلعت لصالح نادي العربي 3-0. من بعدها من حق النادي المتضرر بموجب القانون اللي وضع فواز الحساوي وال 34 القانون المحلي من حق النادي المتضرر ان يلجأ الى اللجنة الأولمبية. راح نادي الكويت واشتكى في اللجنة الأولمبية، ومن بعدها طلع القرار لصالح نادي الكويت، راح نادي العربي. هذا فواز ما له خص فيه، صحيح. انا اليوم يجيني قرار من اللجنه الاولمبيه اعلى من الاتحاد، يجيني قرار من اللجنه الاولمبيه انا نفذته. راح من بعدها حق الوزير المختص، راح رجع النتيجه لنادي العربي، انا طبقتها. علم هندي ابو هل اقول الله يسلمك ابو علي. تي ليش القانون اللي احنا جينا على ضوءه هذه التسلسل مالها؟ صحيح. انا ناديت الاخ محمدي شرح لي. انا فايده سلبيه عليك ساعدي ابو عبد الله قال ما اقدر فيه، يعني لا لا انا كل اللي سواه ايجابي. انا حمل المسؤوليه، انا حمل المسؤوليه ابو محمد، انا حمل المسؤوليه. بس هذه خليه يكمل، خليه يكمل التسلسل وبعدين كل واحد يقدر يعقب على هذا الامر. من بعد ما طلعت من الاتحاد 3-0، طبعا مثل ما قلنا عشان للوزير رده بموجب القانون تقدر تروح لجنه اولمبيه، كسبوا الحكم ما ادري جابوا محكمين من برا في ذاك الوقت من الخليج وحسبوها لنادي الكويت. رد الوزير في ذاك الوقت افتكر خالد الروضان اذا ماني غلطان، ردها للعربي. بعدين ايضا نادي الكويت لجأ للمحاكم، المحكمه الاداريه، وطلعت وفي اكو برنامج افتكر بين الشوطين اذا ماني غلطان بين الشوطين، قاموا يتكلمون. دخلت على اخوي طلال البرجس اللي كان وقتها المخرج، قلت له لو سمحت ابي ادخل مداخله لان قاعد يقولون كلام مغلوط، قاعد يقولون خلينا نشوف باكر فواز الحساوي شلون بيسلم الكاس حق القادسيه. عشان اطلع قلت في حال فوز نادي القادسيه راح يكون هو بطل الدوري اللي هي كانت المباراه الاخيره. انا رجل ما استلمت ولا كتاب باكر المباراه، من باكر الظهر يعني كتاب حكم محكمة. أنا علي من اتحاد الكويت كرة قدم ما أطبق محكمة، ما أطبق حكم محكمة. أنت ما تطبق حكم لا محكمة، لازم تطبقه، ما يصير. فأنا طبقت حكم المحكمة اللي ياني، عاد شون ياني شون صار هذه مو مشكلتي. أنا ريال أطبق القوانين اللي يجيني. وكلمني دكتور أحمد فليطة في ذاك الوقت، قلت له دكتور هذا كتاب من المحكمة، قال لي فواز أنت لازم تطبق. قلت له طبعا بروح أطبق. في هذه الحالة شنو يصير؟ لازم القادسيه يفوز والكويت يتعثر عشان القادسيه ياخذ بطل دوري، او الكويت يتعادل او يتعادل، صحيح. وفعلا تمت المنافسه لاخر ثانيه دقيقه يمكن 402 لاخر حطه جمعه سعيد على السالميه فازوا الكويت. هذه بقلبي والله. حتى انا رحت نادي القادسيه عشان اسلم بطوله الدوري الحقيقه. وبعدين قالوا هذا كان نرد نغير طريقنا ونروح نادي السامي. فيعني قصه هذه. بس انزين، بس كان لك راي ابو عزيز بالثلاث نقاط انه للنادي العربي، كان رايك اي رايك الشخصي كنت كل واحد عنده وجهه اي كان رايك الشخصي في هذا. انا شنو اللي اقصد ابو عبد العزيز، على احنا عارفين التسلسل الاداري حتى قرار المحكمه. طيب احنا نتكلم داخل جدران الاتحاد، لما وصل الموضوع الى الى لجنه المسابقات. حلو. انت وهني ما اخذته مع العلم ان القرار كان شخصاني، وانا قلتها ذاك اليوم وقلتها على الهواء، قلت تدخل فيها خالد الفضلي كان الاجدى منكم انتم كاتحاد انه يتدخل، وانتم عارفين مسار المباراه والاجراءات اللي صارت، كان يفترض من هني. ماني فاهم شلون تدخل الله يطول عمرك، بس ممكن توضح لي. خالد كان رئيس لجنه المسابقات، صحيح. خالد اتخذ قرار من النقاط الثلاث حق العرب حق الكويت. ما مع لجنة. ايوه لجنة. مع لجنة. لو فرض على لجنة. احسن قرار هذا. تقول ليش؟ ليش؟ عشان القادسية لا يصيدون. احنا لجنة مسابقات. يعني كشخص. ما عليه. عشان لا يصيدون القادسية. الله يسلمك في اكو قنوات، في اكو انضباط. وراحت لجنة الانضباط، ايضا لجنة الانضباط عطت حق العربي.
يعني كل لجان الثلاثة أعرض حق العربي. لا الاستئناف اللي أعطت حق العربي. الاستئناف أقصد عفوا إيه. كان فيها الأستاذ عادل بابهاني. دكتور عادل بابهاني. وقال لنا القصة كلها. فالقضية فيها أيادي وفيها أصابع راح تلعب فيها أبو عبد العزيز من داخل مربعكم أنتوا قبل لا تنتقل المربعات الأخرى. فكان يفترض أن قراركم يكون في المربع الأول ويحسم الموضوع. لكن ممكن أشرح لك. تفضل. المشكلة صارت متى؟ صارت نهاية شهر 10 أو بداية شهر 11. متى قرار الاتحاد طلع نافذ طلع مني إن لصالح العربي شهر 12. إيش كثر قاعد باللجنة الأولمبية؟ قاعد 4 أشهر. أنا قلت لك ليش ما تكلمتوا على اللجنة؟ لا 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 أنا قلت لك تعالجها في لجنة المسابقات. أنا حسمت. قبل لا تطلع. أنا حسمتها بشهر 12. انتهت من عندي. طلعت خلاص. أنا الحين طلعت من صلاحيتي. طلعت من إيدي. وين راحت؟ راحت لجنة أولمبية. ما حد تكلم لما راحت لجنة أولمبية. صمم بكمم. شو الموضوع؟ وين وصلنا؟ لين شهر 4 قعدت. تقصد النادي العربي؟ إيه. وبعدين لا قعدت بلجنة أولمبية ما طلع فيها. طولت وايد. طولت 4 أشهر. يعني المفروض كانت تحسن بأسبوعين. صحيح. قعدت 4 أشهر. ترى بالاتحاد ما قعدت حتى 40 يوم. بسرعة حسمت. وضحت. عندنا تغرير لفواز الحساوي وبعدها فاصل وراح نكمل حديثنا وراح نتكلم في محورنا الآخر عن القادسية وعن اعتزال فواز الحساوي للمجال الرياضي وابتعاده عن المجال الرياضي بعد هذا التغرير وهذا الفاصل. يبو نخي حق جمال عمرك شهر رجالك بالخير وهنانك عمرك شهر رجالك بالخير وهنانك حافل بخيراتك حامل تحياتك. فواز الحساوي رجل ذكي ومبتسم دائما وطموح لا يعرف اليأس ويعشق المغامرة والتحدي. له تاريخ زاهر للبطولات والانتصارات الرياضية. فهو الكويتي الوحيد الذي امتلك ناد رياضي في إنجلترا لأن الرياضة تسري في عروقه وقلبه. يمتلك حبا لنادي القادسية غطى على كل شيء. فبعد تاريخ مشرف مع نادي القادسية شغل خلاله منصب رئيس النادي عام 2012 واستقال بسبب خلافات مع مجلس الإدارة، وقبلها تسلم منصب رئيس الجهاز لكرة القدم منذ عام 2006 حتى 2012. في أغسطس 2016 عين رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بدلا من الاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد. قدم الحساوي مشروعا استثماريا كبيرا لإنقاذ فريق كرة القدم بنادي القادسية، وكشف عن تفاصيل مشروعه بإنشاء شركة مستقلة لإدارة شؤون كرة القدم بالنادي لتصبح إدارة مستقلة بتبعيتها عن إدارة النادي سواء من الناحية الإدارية أو المالية، وتكون مختصة فقط بقطاع كرة القدم كخطوة أولى لتطبيق الاحتراف. وكان الرد بالرفض وهو ما دفعه إلى إعلان اعتزاله العمل الرياضي والتفرغ لإدارة شركاته وأعماله الخاصة. شهر رجالك بالخير وهنانك عبرك شهر رجالك بالخير وهنانك حافل بخيراتك خيراتك. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. تبي نخي حق جمال ولا حق وايده؟ رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشره. طبعا القادسيه لا تباعدونها لان الحين الاسئله عن القادسيه. اذا في بس تعقيب للاخ يوسف البيدان بشكل سريع. انا بس على موضوع الثلاث نقاط يعني باتحاد فواز ثلاث نقاط راحت لي لمكانها الصحيح. اطلع العربي يبقى عاد ان الوزير تدخل وين تدخل ومحكمه. هذا كان قانون سيء طلع من 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 الـ 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 الأجواء هذه كلها وقام يدخل وزير معني ومحكمة محلية. هذا النظام الأساسي الحين اللي تم العمل فيه يمنع التدخل الحكومي ويمنع كل هالسوالف وما نبي نفتح الموضوع لسبب لأن هذا القانون سيء تم إلغائه. يعني الحكومة إلغت هذا القانون.
شدني مساع ابو عزيز يقول انا كلفت من قبل سمو الامير. هذا الكلام طبعا ما هو صحيح، يعني التعيين كان من الهيئه والوزير معي، لكن اكيد مباركه سمو الامير يمكن كانت موجوده، بس ما كان تكليف من سمو الامير، لان قرار التعيين انت ولا حتى الثاني اللجنتكم التمديد كانت من قبل الوزير، يعني كاجراء يعني هذا بس نوضحها. الامر الثاني انا قلت مساع فواز كان يحتاج بيئه مناسبه يشتغل فيها، مثل ما حصلت له في نادي القادسية، لو كانت متوفرت له عن طريق انتخابات وامور طيبه اكيد افضل مليون مره، افضل مليون مره ما في شك. اوكي احنا ننتقل خالصنا من موضوع الاتحاد، خلينا نروح لموضوع القادسية. نعم وعزيز، هل فعلا اعتزلت وابتعدت عن الرياضه نهائيا؟ الناس فهمت كذي؟ لا ما عندك سالفه غلطان. لا والله ليش ابتعد؟ والله تصريح تصريحه اعتزل. انا اسمع رايك، انا ابتعد مؤيد رايح. انا اسمع رايك، الرياضه محتاجت له والله. خلنا نسمع رايك. تفضل عزيز. طبعا في بدايه الامر يعني اول شيء انا احب نادي القادسيه، ونادي القادسيه هو عشقي الاول من بدايه يعني بدايه حياتي الرياضيه مالت فواز الحساوي اصلا من اساس. يعني كوني كنت ابن لهذا النادي وخضت انتخابات في عام 97 إلى 2012، فهذه الفترة كانت مدتها افتكر 15 سنة. الحمد لله والشكر، يعني يمكن لعلي كنت محظوظ في هذه الفترة، حققنا فيها بطولات والله الحمد كثيرة ووفقنا فيها. بعدها ابتعد فواز الحساوي، راح شرى نادي برا وقعدت 5 سنوات، يمكن لعلي ما كنت قد وفقت في هذا المشروع اللي صار، ولكن ما في شك ان استفاد خبره نوعا ما فواز الحساوي في هذه الفتره اللي عملت فيها في الدوري الانجليزي. من بعدها عدت طبعا وصرت رئيس اتحاد لجنه مؤقته عفوا في ذاك الفتره لفتره تقريبا عام افتكر. كان من قبل من يوم تركت نادي القادسيه بعد عام، في فتره ما كنت في نادي نوتنغهام فورست كان لي ايضا من كثر ما حبي لنادي القادسيه كان لي ايضا توجه اني ارد امسك الفريق نادي القادسيه. في ذاك الفتره ما حصلت موافقه نوعا ما، الاخوان في نادي القادسيه قالوا لا الكتاب وصل، لا ما وصل، لا ما صفنا، الشاهد ما نبي نتكلم فيه. أهم بس قدمت كتاب في عام 2013 لنادي القادسيه. بعدها يعني بينت حسن النية ان انا يمكن لعلي اشتغلت، اختلفت مع الاخوان، ما اختلفت، هذه تبقى مجال كرة قدم، يمكن اختلفنا في وجهات النظر، صار اللي صار، فواز وخر ابتعد، فكان بفكري يوم من الايام اني ارجع امسك فريق نادي القادسية، وكان ودي ان ناسس بشكل كيان تجاري والامور هذه. قدمت كتاب لاخواني اعضاء مجلس ادارة في نادي القادسية، الاخوان الحقيقة استقبلوني في نادي القادسية ورحت لهم بنفسي النادي، كان يمكن الشيخ خالد الفهد موجود، يمكن كانوا الأخوان حسن أبو الحسن، رفاعي الديحاني، وليد الكندري، الأخ أيضا جمال النفيسي، رحت لهم في النادي وقدمت المشروع مالي وشرحت لهم from A to Z، طلبوا بعض التوضيحات، أول شيء ذكروا منو شركة فيتو، بعدين ثم قالوا غيروا الكلام، قالوا لا إحنا نبي نعرف رأي الهيئة، جبت لهم موافقة الهيئة وحطيتها لهم. كنت ودي إنه أعمل في ذاك الفترة في أسرع وقت ممكن، يعني أحصل الموافقة في النادي القادسية علشان أشتغل أحضر للموسم القادم. أنت تدري يعني في فترة تولي فواز الحساوي في نادي القادسية لما كان مدير جهاز كرة قدم كان الأخ جمال مبارك يشتغل معاه، كان هو مدير الفريق في ذاك الوقت وأنا كنت مدير الجهاز أو رئيس الجهاز عفوا. فيدري جمال إحنا بشهر 2 نكون إحنا خالصين محترفين حق الموسم اللي بعده، يعني محضرين حق الموسم اللي بعده من مدربنا من محترفينا، يعني ما كنت اخليها لاخر لحظه. وكانوا تنقايه المحترفين بطريقه يعني كانت صائبه 100% وجنت ثمارها بالفترات الاخيره. فكنت حريص اني اخلص باسرع وقت في ذاك الوقت. ابديت حسن النيه وهذه ما هي منه لان هذا نادي. اول شيء طبعا احضرت خالد الرشيدي لنادي القادسيه، جبت لهم محترف ديابي، جبت لهم سكرت لهم رواتب الاخ اللاعب عفوا الرياحي كانت اكو متطلبات اللاعب بدر مطوع بحدود هم عد مبلغ سكرت لهم. كل هالامور سويتها لهم اثبات حسن النيه لاني اعمل لنادي القادسيه للسنوات القادمه، حاولت اضبط الاجواء لهذا الامر. حضرت لهم كل الاشياء، نادي القادسيه ما طلبوا، يا ريت لو كان واحد فيهم في ذاك الوقت
ابو عبد العزيز لو سمحت انت قدمت كتاب لنا، لو سمحت نبنقعد معاك تعال يبا. شنو انت حاط 5 سنوات تمسك الفريق هذه تدري في اكو يمكن مجلس اداره يبعدنا يمكن تغير؟ ماكو، هذا ما هو قران نقدر نعدله في تفاوض سنه سنتين على سبيل المثال، ماكو مشكله ما اتصلوا فيه. ما كان سؤالهم من شقين، شركه فيتو جبت لهم طبعا رخصه الشركه، راي الهيئه جبت لهم راي الهيئه عن طريق دكتور حمود فليطح وقال انه يصير انك تسوي كذا. والله مكتوب وعزيز ولا شافوا كله مكتوب تازلهم كله كتاب ورخصه الشركه كله تازلهم. لا راي الهيئه قصدي مكتوب دكتور حمود فليطح طلع في احدى المقابلات ودزيت هذا التصريح ماله كامل انه يصير انشاء كيان تجاري والامر هذا. انا شنو اللي طلبته منهم؟ انا طلبت منهم شغله واحده، قلت يا جماعه مخصصات القدم او اي شيء يخص القدم من ناحيه ماديه تبقى بالقدم، ليش تروح النادي مثلا تخلوها بالقدم؟ يعني على سبيل المثال نقل التلفزيون يخص القدم على القدم، الاعلانات السبونسر اللي يبيها فريق، لاعب القادسيه باع لاعب على سبيل المثال فلوسه تدخل صندوق القدم. يعني تقصد الميزانيه الخاصه في الفريق شغل قدم والقدم القدم الغدم في كل مراحله الكلام ها ولا الفريق بس الاول؟ بس الفريق الاول الله يسلمك. الكلام على الفريق الاول، الفريق الاول والرديف بس، واشراف مع الفرق الثانيه اللي تحت. طبعا اللي تحت ما يدخلون مبالغ خصوصا قاعد اي لا بس انت كفواز الحساوي هل تمسك جهاز كره القدم من البراعم للناشئين كله بشيء بغض النظر عن كنت امسك الفريق الاول إيه؟ مع الرديف بلس مو الرديف تحت 19 اللي هو الملازم الفريق إيه الفريق تحت 19 اللي تحته إيه؟ اللي هو تحت 19 بلس المراحل السنيه تكون يعني هم تحت اشرافنا كذلك بس مساعده الاخ رفاعي الديحاني لان رفاعي انا اشتغلت معاه فتره طويله وعملت معاه وادري شلون يشتغل الريال في هذا البث وكلمت رفاعي قال لي بالعكس انا ما عندي مشكله في هذا الامر. انا بالنسبه لي كان قدمت هذه الامور يعني ماني عارف عاد أهم مو مقابلين على أن المخصصات القدم تتم بالقدم مثلا ولا يبون بس المخصصات لهم وفواز يصرف، فما كان رد واضح. ايش حسيت؟ حسيت أن هذه يعني شكل مو جديين في الأمر. فقلت أنا ليش أنا أطول وأحرج؟ وأنا دزيت مسج حق أخوي حسن أبو الحسن وقلت له يبا أنا ما أحب أحرجكم أكثر من كذي، خلاص أنا الكتاب قدمته لي فترة طويلة ولا حصل قبول نوعا ما. لو حصل قبول قالوا احنا موافقين من حيث المبدأ بس نبي كذا كذا. أنا رسلت لك اللي تبيه، إذا أنت في أكو كويستشن مارك يا أخي عندك تعال ناديني قول لي فواز أنا أحتاج كذا 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 أنا أوفر لك إياها. أنت ما ناديتني ولا شيء. ففي هذا الأمر أنا حسيت أن الأمر ما راح يكمل. أنا قلت يبا أحسمها الحين أحسن مما يباكر الوقت إني أمسك وباكر ترجع المشاكل من يدوي. أبو حمد اسمح لي أنا بالنسبة لي وأعطيك الفرصة. أنا بالنسبة لي كاتب كتابي أيضا يحق لرئيس نادي القادسية أو أي شخص يبي يطلع أنا ورقي أنا مفتوحة للكل ما عندي مشكلة شيء أخش يبي يشوف خليه يشوف حياه الله ما عندي مشكلة. يبي يرسل أحد محاسب عن طريقه يشيك هالمبالغ من حقهم من حق إدارة نادي القادسية. أنا مو قاعد إني اخذ الفلوس موارد دخل لي انا انا مثلا شنو كان الهدف من هذا الامر؟ يعني بدال ما فواز الحساوي يصرف مليون يا اخي خليه يصرف 400,000 بدال ما فواز الحساوي يصرف مبلغ يا اخي تقلل المصاريف يمكن انا بعد سنه سنتين اسوي بريك ايفن يمكن انا بعد 3 سنوات عندك سبونسر يمكن بعد 3 سنوات 4 سنوات اسوي بروفيت يا اخي حاط انا اذا سوى الفريق بروفيت لكم انتم 10% من الارباح يا نادي القادسيه باجي الدخل راح اخليه راح اكرسه للقدم. انت عندك كويستشن مارك على فواز وين راحت الفلوس تعال شوف الاوراق عندي. انا كنت بس هل كان يعني هل في جانب ربحي تبحث عنه ابو عزيز؟ خليني اقول مادي يعني بعدين لاحقا هل كان هذا محطوط في بالك؟ يعني انا يمكن او مو من اول ولا تقليل المصروفات هذا واحد نقطه تقليل المصروفات نقطه لكن مستقبلا في قضيه الربح شنو يمنع؟ خلنا نسمع وبعدين اساعدك انت مبدع يمكن بداية الأمر تقليل المصاريف. أنا أول سنة ما راح أسوي بروفيت 100% ولا ثاني سنة يمكن بعد 4 سنوات 5 سنوات بعد فترة لا يصير يدخل النادي يفيد واستفيد عرفت في نفس الوقت أنا قاعد أفيد الفريق وبنفس الوقت أنا قاعد أجيب محترفين على مستوى وقاعد يبين نادي القادسية شكله غير قدام الفرق الثانية. أنا ما أطعن فيهم الآن ما شاء الله عليهم هم كانوا حصلوا على بطولة ولي العهد وكانوا منافسين في بعض البطولات يمكن الدوري كانوا مبتعدين نوعا ما
ولكن يعني كان ودي اشوف نادي القادسية افضل من كذي، ونادي القادسية في الكوادر زين. انا باخذ وجهة النظر الاخرى ابو عزيز ما يخالف، يعني البعض يقول فواز الحساوي ما ندري شنو يبي، مره يروح يسجل جمعيه عموميه وقالوا من حقي انا خلنا نقول من حقك انه يبي ينزل انتخابات، ليش لا؟ خلنا اقول لك، ومره يقولون والله فواز الحساوي يبي يدخل في قائمه الجميع مع الشيخ طلال، ومره يقولون فواز الحساوي يبي ياخذ جهاز الكره، البعض يعني البعض وجهه النظر الاخرى انا انقلها لك ابو عزيز، يقول فواز الحساوي مو عارف شنو يبي، ارسل على بر يا ابو عزيز، انت مره تبي انتخابات، مره نسمع كلام انك امورك طيبه مع الشيخ طلال وتبي تدخل في قائمه الجميع، مره نسمع انك تبي تاخذ جهاز الكره، هذا يوجهون لك هذا الكلام ابو عزيز؟ لا هو شوف، انا بالنسبه لي من حق اي عضو جمعيه عموميه اليوم يقدر يسجل اعضاء جدد، طبيعي شو المانع في هذا الشيء؟ بس ان هناك نيه انك تنزل في قائمه، هذه فهمت كذي في المستقبل الله العالم، ايه يمكن انا ينزلون ناس يأيدون وجهه نظر فواز الحساوي، هذه بعدهم بعد ناظر، ولكن انا بالنسبه لي هدفي كان هو فريق كره القدم ان اسوي كيان تجاري واني افعل هالامور هذه في بدايه هذا الامر، ما وجدت هذا يعني التجاوب بيني وبين اخواني اعضاء مجلس اداره، فليش انا بعد اخسر اكثر من كذي؟ فانا قلت يبا ابتعد وخلي الامور هم يديرونها، وهم نعم فيهم قادرين على اللي يسوون ويفعلون اكثر بعد ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. هذا الامر زين ابو عزيز، البعض يقول يعني ليش يعني انت لك اكثر من تصريح، نعم. لمت حسن ابو الحسن تقول يبا انا بالعربي يا حسن ومجلس الاداره انا عارف القرار مو قراركم، هذا كلام صحيح. فواز الحساوي صحيح. ليش انت ما اختصرت الطريق كلام طلال دايركت وروح يعني هذا الكلام اللي ينقال، رحت لندن وتكلم يا ابو مشعل الموضوع واحد اثنين ثلاثة، لما رحت قدمت كتابي حق اخواني اعضاء مجلس اداره قلت لهم بالحرف الواحد يبا هذا كتابي ودوه حق ابو مشعل، ليش انت ما رحت له؟ ما في تواصل بينك اليوم وبينه؟ ما يخالف اليوم انت لما تيجي تقدم ولازم تقدم حق الجهه المعنيه اوكي ها؟ بس انت ما دامك عارف الراي ان عند الشيخ طلال، ليش ما اختصر الله يشافي ويعافي يا رب، ليش ما رحت بخو اختصرت الموضوع؟ يعني رحت لشيخ طقيت تذكرتك ورحت لندن، هذا نحترم الاعضاء مجلس الاداره لهم احترام مجلس الاداره، لا مو انا احترامهم بالعكس، خلنا نكمل واعطيكم انا اعطيكم المجال، علقوا ما يخالف لان ما يجوز يخاطب مجلس الاداره ما يخاطب إيه لا بس لا في تصريح يا ابو عبد الله في تصريح واضح لابو عزيز قال انا ادري انت يعني انا عارف الراي وين وحمد الراي هاتي ودي ليش ما اختصر انا المساله ليش احنا نقول والله مجلس اداره ما دام انا هذه القناعه عندي انا كلمت مشعل بعد فتره ايش قال لك قلت له قال انا ما شفت الكتاب قلت له خير ان شاء الله يمكن على يوصل لك الكتاب في هذا الامر في كنا قاعد نتكلم في مواضيع ثانيه وقلت له ان انا تقدمت بكتاب حق مجلس اداره وقلت حق مجلس اداره ارجو انكم توصلون الكتاب حق ابو مشعل وتشاورونا كونه هو رئيس قائمه الجميع ومن حق يعني العكس يعني تشاورونا في هذا الامر هو بالنسبه له عاد شنو قال شنو هم قالوا انا الامر انا ما اعلم بالغير لكن انا استشفيت الامر انهم يعني مو راضين في الموضوع انا ليش انا بعد ادخل ابحر اكثر ابو عزيز هل راح اعطيكم كل فرصه هل ابو عزيز أبدد لك يا ابو صقر هل راح تدخل في قائمه الجميع لا في حال في قائمه الجميع هل راح يدخل فواز الحساوي الحين ما صرفت النظر نهائي صعبه حتى لو تغيرت الظروف خلاص عافتك الخاطر شوف انزين انت ما جاوبتني على ما جاوبني على سؤالي هل ابتعدت يا ابو عزيز هل ابتعدت عن المجال الرياضي ولا لا جاوبني المجال يعني مباشر لدرجه قمت اي شيء قمت اكتبه في تويتر الناس تفهمها اني انا قاعد اتهجم على طلال ولا قاعد اتهجم الحين لا قمنا نكتب لا بتويتر ولا نتكلم ولا نبي بس لا يعني لان الكل قام يفسر على هواه تصيد بس تصيد هل في ناس عايشين بس ابو خالد ابي اجابه مباشره هل ابتعد فواز الحساوي عن المجال الرياضي ولا لا نبي توضيح من الناس ناطره ما راح اكمل اليوم بنادي القادسيه ولا باي نادي ثاني راح اكون مشجع وخاك بس هذه هي الان صفقه خالد الرشيدي كان انت المتكفل فيها وكان هناك اعلان لسنتين ونص من قبل فواز الحساوي صحيح. هل ما زلت متكفل في هذه الصفقه انا سنتين ونص سويتها علشان كنت بمسك الفريق لو كنت بتمسك الفريق الحين انا هم ما شاء الله عليهم مجلس اداره يملك الخبرات ويملك المال وعندهم ناس تدفع والحسن ترى عنده فلوس وايد خليهم الحين يتكفلون في اي محترف يجيبونه واي هذا بالعكس انا مو قصدي اشمت ولا شيء لا يفهموني الاخوان غلط ولكن يعني انا ادري ان عندهم القدره ان شاء الله انهم يغطون خالد الرشيدي شنو بالنص سيزن 25000 دينار شنو يعني
25000 دينار ما عندهم نقاط قياسيه يعني 50000 دينار في الموسم اي شنو ولا إيه. شيء هذا بالنسبه بس انت انت كم دفعت له؟ انا دفعت له نص الموسم ال 25000 دينار لا كانت نص الموسم 30 وبعدين 25 25 25 يعني كل يعني اوكي كل موسم نص الموسم 25000 يعني الان خالد الرشيدي خلاص انت بحل عن موضوع اتفاقك فيه ما في اصلا بيني وبينه ما في توقيع بينك وبينه ما في بيني وبينه شيء هو العقد بيني وبين نادي القادسية وانا كنت ملتزم معاه لو اني كنت كملت لو بس انا ما راح اكمل ولا راح اكون معهم هم الان يبون يكملون مع خالد بالعكس خالد من افضل الحراس صراحه وانا كنت يعني ودي ان خالد يعني ما ودي انه يتفرطون في نادي القادسية 25000 دينار يعني افتكر نادي القادسية قادر انه يعطي خالد جمال مبارك قال في تصريح قال لو يوسف لو فواز الحساوي يمسك نادي القادسية كان يوسف ناصر من ضمن نادي القادسية في شيء على يوسف ناصر كان في السابق ما بينك وبين يوسف في تفاوض كان يعني كان في اكو اسماء انا طارحها ببالك يعني فيصل زايد يوسف ناصر في اكو كذا لاعب كنا بنيبهم كان تصوري كذي والله العالم شنو كانوا يوافقون ولا ما يوافقون بس كان في اكو اسماء من لاعبين محليين كنت بحاول اجلبهم نادي القادسيه من عن طريق المادة يعني اروح افاوض انديتهم دايركت واقول لهم يبا ترى انا لي خاطر في اللاعب الفلاني يمكن نادي الجهره لعله ما يوافق على انتقال فيصل زايد لنادي القادسيه بس كنت راح استذبح على هاللاعب اني اجيبه كذلك يوسف ناصر كنت راح استذبح اني اجيبه لنادي القادسيه ولكن عاد تبقى هذه يبقى هذا الامر عاد مربوط مع انديتهم نفسهم يعني باكر نادي كالما يقول لا يبا انا ماني موافق ما ابي ادش متاهات ثانيه مع نادي كالما ولا اي نادي كان راح اعرض عليهم الماده ان قبلوا فهو بونص لنا ان ما قبلوا فبالعكس اتمنى اوكي ابو صقر انا اول شيء ابو عبد العزيز انا اشهد لك انه الطفره القويه اللي صارت في نادي القادسيه سببها الاول انت مع التقدير واحترامي لمجلس اداره نادي القادسيه وايضا الجانب الاخر هم اللاعبين فكان في تناغم جميل بين ابو عزيز وبين فريق كره القدم والجهاز الاداري المتابع والفني لذلك هذه الطفره استمرت بدعم من الاخ فواز وانا يمكن يعني من الناس اللي كنت اقول له يا ابو عبد العزيز انت اللي قاعد تسويه صحيح حق نادي القادسية وتحب نادي القادسية وهذا حق مكتسب لك لكن بالاخير انت راح تضرب وراح تحارب بشكل واضح وبالعلن يعني يمكن يعني اتذكر يكفي انك انت في مجلس اداره كان ممكن يغلبون عليك في بدايات لما استقال الاخ طلال الله يشفيه انت كان حار وبارد ان انت ممكن يحطونك رئيس او ما يحطونك رئيس فلما صارت يعني والجمهور ايضا كان مؤيد لك اكثر فهم حسبوا حساب الجمهور واضغطوا على مجلس اداره فبالأخير انصاعوا لي أنك أنت تكون الرئيس وشفت ردود الأفعال يمكن من الأخ رضا معرفي يمكن من بعض الإداريين شلون حاربوك في هذا أيضا لما جيت دفعت حق الفريق حق فريقكم لما أنت جيت قعدت مع الأخوان في العم الله يطول في أعمارهم العم المخلد والعم عبد الحسن الفارس أبو أحمد لما مع مجموعة من الرياضيين قعدتوا واتفقتوا أنكم أنتوا بالفعل تسددون وانت مشكور ما قصرت سددت عن 2500 شخص واجهتوا ما سجلوا ها ايه واجهت مشكله كلكم واجهتوا مشكله بعدم التسجيل والتسديد رحتوا سوينا اثبات سويتوا اثبات حاله ورحتوا الهيئه ودفعتوا الفلوس البنك عن طريق البنك والى اخره كل هذه الحروب وكان يقولون لك يا ابو عبد العزيز ايضا انت بقلب رياضي ومسامح كنت مد ايد يد العون وتعرف داخلك تعرف ان هذيلي مو قابلينك هذيلي مع كل احترامي لهم وكأنه هناك ابتزاز انت قال لك رضا معرفي قال لك حنا قال لك حنا يبغى حطيناك عشان ناخذ فلوسك لا ما قال شيء شوف ما قال شيء مو بهذا الشكل لكن ترى احنا هذا وقال لك العم ابو احمد قال لك ترى بيعصرونك وبياخذون بيزاتك ويقول لك يلا مع السلامه خليك محضر خير يا ابو صقر لا لا لا, لا انا شوف انا لا لا يا قضيه واضحه لا انا واضحه انا بالعكس انا اتمنى انت ما تتمنى عوده فواز الحساوي للقادسية ما تقول هذا الكلام حبا في فواز لا ما تتمنى ما تقول انت ما تقول هذا الكلام يا ابو صقر خلنا نقول لي ما تقول هذا الكلام حبا في فواز الحساوي ضربا في نادي القادسية انا كنت من مصلحه نادي القادسية يكون فواز لكن
لكن موجود كنت لكن كنت متعاطف مع عمله واخلاصه وتفانيه حق الفريق وهذا الزخم المادي اللي قاعد يقطه دون مردود ودون تشجيع مجلس اداره كان يحاربونه داخل مجلس اداره. يكفي ان جماهير نادي القادسيه مقدره هذا كافي ما قام به هذا كافي هو مش عامل لمجلس اداره عامل لكيان نادي القادسيه ولجماهير. بس انا بسال سؤال عفوا ابو احمد تفضل. بس انا بسال سؤال كل هذا اللي قاعد اللي سويته يا ابو عبد العزيز وانت تعرف ان الفريق الاخر غير متعاون خلنا ناخذ نبسطه عشان لا يزعل القدساوي متعصب زين كل هذا ليش كنت يعني حتى بالتسجيل هالسنه ايضا وهقت ربعك ما رحت سددت شو ما سددت سددت ما خلوكم لا سددت عن طريق البنك مره ثانيه كم واحد 2000 وشوي نفس المجموعه وسويتوا على المجموعه الاولى نفس جددنا اللي صاير اللي حصل شنو شوف في كلامي في عدل شيء إيه الاخوان في يطلع عندهم لبس في بعض الامور انا ودي اوضح لا هو يعرف لان احنا لا خليني اقول لك في اكو شغله ودي اوضح هم يرونها نادي القادسيه او الاخوان اعضاء مجلس اداره في نادي القادسيه يرونها ان هذه هي تسجيل وليس تجديد هو هو تسديد تسديد اشتراك مو تجديد مو تسجيل ما يعرفون خلنا افهمك اول مره اول مره وهم طلعت مقابله يوم رحنا سدد يوم رحنا نبي نسدد ما قبلوا المجموعه كامله قالوا شنو قالوا التسديد لازم يحضر شخصيا اي قانون هذا تسديد لازم يحضر شخصيا انا عمري ما حضر انا هم مجددين انا قاعد بلندن صحيح هم اللي مجددين لا كان عراقيب متعمد عليك يعني فالاخ انور الخرافي عنده افتكر بالجميع عمومي من القادسيه اذا ماني غلطان 500 صوت راحوا الاخوان اللي عنده افتكر بالشركه راحوا سددوا حق المجموعه ما اقبلوهم نادي القادسيه ما قالوا حق انور حضر لي حضروا شخصيا نعم يانا احنا من بعدهم ثاني يوم نبي نسدد ما نبي نسجل قالوا لا لازم يحضرون ال 2000 شخص صحيح هذه باي قانون نعم. اليوم لما تيجي تبي تسجل صح كلامك لازم تحضر الموجود صحيح فهم قالوا لا احنا ما نبي الشاهد اعتبروهم كانه شنو تسجيل جديد اعتبروهم كان لم يكن قمنا ايش سوينا احنا رحنا سددنا بالبنك صحيح ومبين هذا الشيء هم اعتبروهم شنو انهم مشطوبين ال 2000 تصور انهم مشطوبين فصارت السنه هذه يعني نبي نسدد مو نسجل قالوا لا هذول مشطوبين هذول مو موجودين لازم يجون نفسهم زي ابو عبد العزيز عشان نسجل سؤال يفرض نفسه ابو عبد العزيز بس بهالموضوع خلي يكمل اعطيك ابو عبد العزيز سؤال يفرض نفسه الان طول هالقفزات وهالمواقف وهالضغوطات واللي مورس عليك من حكي والى اخره ما زلت انت تبي تحط ايدك في ايد هالاداره يا اخي ما انت عندك ايضا مع التقدير الاحترام للمجلس الاداره ممكن اقول لك بس هذا كمل انا ما بحط ايدي بيد اي احد انا بحط ايدي بيد نادي بالضبط اللي حبيته بس انت قاعد مع العزيز انا بس قاعد مع رجالات النادي لا لا خلنا افهمك ونعم فيهم هم لهم تصورهم وفكرهم الخاص انا بكتابي اللي انا كاتبه هم ما لهم خاص بفريق كره القدم هذه اداره مختصه كانت على فكره هاي الاداره فيها رئيس نادي نادي القادسيه لكره القدم فيها نائب رئيس فيها امين سر فيها امين صندوق فيها محاسب مالي فيها شغل بروفيشنال كنت بطبقه لنادي القادسيه في ذاك الوقت عرفت شلون فكل الامور هذه كنت انا بسويها حق نادي القادسيه هم ما قبلوا في هذا الامر خلاص يبقى انتم الان ماشي ماشي ابو عبد العزيز انا اتكلم الحين انت كل هذا اللي سووه لك اياه كل هالعراقيل وكل هالضرب شلون ترجع لهم شلون ترجع لهم يا اخي انت عندك فريق عمل انا قاعد اوكي خلاص اوكي فريق عمل رجع تفضل بس خلينا واحد ابو صقر جزاك الله خير يا ابو احمد يا ابو يعني واضح ابو صقر ما يبي فواز يرجع هذا ناديه مو رايح تعاون معلش معلش انا قاعد اتكلم ادري 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 انا ما ابي لا انت تقول هذول سووا فيك وحطوا فيك انا اقصد تعاون راح مع العم عبد المخي كاهو قاعد يسدد الريال كاهو قاعد يسدد بغايمه ثانيه ايش قاعد انت مسدد حق طلال فهد ولا حق ربعك بس خلاص يعني هذا قاعد ماشي بالاجراءات شوف 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 ابو حمد عشان تفضل بس عشان لا يضيع الوقت اول شيء موضوع اللي حسم لكم القضيه التسديد ولا لا الهيئه العامه اللي قعدت كم سنه ما فصلت في هذا الموضوع تعند نادي القادسي ولا اي نادي ثاني الهيئه تفصل بهالموضوع هم المفروض يفصلون فيه من زمان الامر الاخر ابو عزيز حتى قضيه انا ليش مساء سالتك حمود بعد كتاب رسمي ولا شفه انا شفت مقابلته ايه بالقانون نعم يجوز ان شاء الله ندري بالقانون يجوز اوكي صح ندري بالقانون سالته هذا القانون يا ابو عزيز هذا القانون يحتاج لائحة تنفيذية شفت التفاصيل اللي تكلمت فيها أنت وبينك وبين نادي القادسية هذه يفترض تنحط في لائحة تنفيذية مجلس إدارة الهيئة
هي اللي تفصل تقول نعم إنشاء الشركة، وها حتى لائحة تنفيذية من وزارة التجارة يجوز للمستثمر أن يكون له كذا 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 كذا، مو اجتهادات من مجلس إدارة نادي القادسية ولا منك لسبب بسيط، لأن هذا القانون يحتاج تفسير، يحتاج مذكرة تفسيرية، يحتاج لائحة تضعها مجلس إدارة الهيئة. أنا أقول لك شنو يحتاج، يحتاج الله يسلمك موافقة الجمعية العمومية. أدري أدري، هذا في هذا في مرحلة لاحقة، هذه إذا تبي تغير الكيان طبعاً يحتاج. إيه؟ بس حنا نتكلم عن تفاصيل إنشاء هذه الشركة. مثلاً الحين لما تبي أنت مسكت الشركة تبي تبيع لاعب عندك، يحق لمجلس إدارة نادي القادسية ولا للشركة؟ لا أنا ذاكرها للشركة. أنا أدري إن أنت ذاكرها. إيه؟ بس هي مو اجتهاد، هذه المفروض لائحة تنفيذية من قبل، وهذا كلام قلناه حق الهيئة. يعني شوف ابو عزيز، القانون الاخير فيه تفاصيل كثيره مفروض تنحط، ما حد تحرك فيها، لا انظمه اساسيه، لا هيئه تحكيم، لا مكافحه منشطات. ست شهور صار لهم ابو عبد الله. شوف على الوضع اللي صاير في نادي القادسيه، الوضع المحبين وجماهير نادي القادسيه، الوضع اللي صار في نادي القادسيه اوافق على اي شيء يكتبه فواز الحساوي، لان بالنهايه فواز الحساوي مو جاي الا يخدم نادي نادي القادسيه. فواز الحساوي نكسب لنادي القادسيه، راي معلن. القدساوي يحتاج وجود واحد مثل فواز من جسمه. هذا امر اي وياك عبد الله، لان فواز اللي جاي بيسويه لنادي القادسيه، ما يبي يهدم نادي القادسيه. طبعا رايح حق اشخاص عليك نور. حتى اداره النادي المفروض الصراحه من اول ما ياهم فواز على طول انسان ماضي، عشان المشاكل اللي قبل خلاص انسى. انا من احط الموقف في قطيه الخيمه، من احط موقف قطيه الخيمه انسى كل شيء. جمال جمال، انا اللي فهمت، انا شفت كتاب نادي القادسيه في موافقه مبدئيه على على انشاء الشركه. يبقى تأجيز. يبقى في امرين، في امرين تحملها تأجيز. مو فواز، انا ما اقول فواز، الامر الاساسي تحمله مجلس اداره النادي القادسيه، المفروض يخاطب الهيئه العامه للرياضه يقول له تعال، مو عندي قانون جديد يا حبيبي، انا عندي مستثمر يبي يستثمر، عطني اللائحه التنفيذيه مال قانونك، خلنا بلش. انا اقول لك يعني ابو عزيز، كلامك معنا بس القادسيه لا ولا انديه ثانيه موجود. عبد الله كلامك، ما في لائحه تنفيذيه، ما حد يبي يستثمر. جمال كلامك متم، شفت الكلام اللي قلته انا احترمه، ويمكن لعلي انا بامور القانون يمكن تتفقه فيه اكثر مني. تعال فواز، ترى الامر اللي صار من الدكتور حمود فليطح هذا امر شفوي في كتاب بالضبط. زين ابو عبد العزيز، عشان انا ارفع نفسي من الحرج، ابو عبد العزيز احنا موافقين لك. ايه اسمع، انا ادراتي ما افقي لك، نبي منك شغله ابو عبد العزيز، نبي كتاب من الهيئه تجيبه لنا. صح، انا مايدك توني قاعد اقول مجلس اداره القادسيه، خلنا خلنا نتكلم الله يطول العمر، نبي يجيب لنا كتاب من الهيئه. صح، ورى كتابك، اخذ صوره من الكتاب. صحيح. وانا واحنا كنادي القادسيه عشان ارفع نفسي من الحرج امام الجمهور امام الشارع، احنا بالعكس قابلين فيك يا فواز، ما قلنا لا، بس نبي يوم عود نبي شغلنا يكون قانوني. صح، ما نبي باكر تصير عندنا مشكله وباكر يحجوننا الانديه الثانيه وتعالوا ولويا صارت عندنا، نبي نسويها بطريقه قانونيه. انا ماني عوي اذا في اللي كاتبه قران لا اعدله، قابل للتفاوض، قابل بالعكس اعدله اضبطه. صح، اروح حق الدكتور حمود اقول له تعالي يا دكتور ترى الوضع كذا 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 كذا، ايش رايك لو احنا نسوي كذا كذا؟ يقول لي لا فواز شيل هذه عدل هذه وانا اعطيك الكتاب. نادي القادسية انا اخذ الكتاب بالهيئة على القانون، انا اخذ يعطيك التفاصيل كلها، انا اخذ الكتاب من دكتور حمود اللي تماشى مع كتابي. هم الحين المعضلة او المشكلة اللي ما لها نية مو نادي القادسية، خلينا نطلعون لائحة تنفيذية، مجلس ادارة الهيئة هو اللي المفروض. ابو عبد الله قال لك نقدر نتجاوزه، يعني خلينا نادي القادسية عشان يرفع نفسه من حرج، عرفت شلون؟ لازم يقول لي ابو عبد العزيز واحنا موافقين لك، جيب لنا كتاب من الهيئة. بالضبط، ما قالوا كذي هم، لا جيب لي كتاب من الهيئة يقول فيه، يقول فيه ان يبقى ان كتابك هذا يصير واحنا نوافق لك. انا اروح حق دكتور حمود اقول له انا حطيت هالشروط دكتور، شنو يصير شنو ما يصير؟ انت قلت بمقابلتك انه يحق للنادي انشاء كيان تجاري بموافقه جمعيه عموميه والامور هذه، صح ولا لا؟ يقول لي صحيح. انا الحين يبقى تقدمت بكيان تجاري بموجب الكلام اللي انت قلته. يا معود عطني كتاب بموجب كلامك، انا مستعد اغير كتابي واخليه مطابق واودى للقانون اللي عندك في الهيئه. صح، ودي خليه راجع. لا بس هذا دور الهيئه ابو عزيز. انا يعني بعد صدور هذا القانون يفترض ان شفت انشاء الشركات هذه. نعم. هذا امر مهم، لازم لائحه تنفيذيه مطلعته مجلس اداره الهيئه. اوكي وضحت ابو عبد، تفضل كم. انا باكر المستثمر نادي القادسية، شوف نادي القادسية يعني ما لي شغل بنادي القادسية، يعني ما مو شغلي اني اتدخل بنادي القادسية، لمو نادي مثل ما ابي احد يتدخل في النادي العربي بشغل نادي العربي. لكن انا اقول بشكل عام ان نادي القادسية
يخسر فواز الحساوي غلط. اي والله والله العظيم انه تخسر نادي القادسيه، تخسر واحد ما تي العربي والله العظيم تخسر واحد. انا اتكلم بالرياضه بشكل عام ونادي القادسيه بشكل عام، انه يخسر واحد مثل فواز الحساوي هذا اللي اقول. لا وانا ازيد عليك ايضا على فواز الحساوي انه ما يستسلم، يبقى اذا فواز لا اذا فواز اذا كان فواز يبحث اذا كان فواز يبحث عن مصلحه النادي يبقى متواصل وداعم لنادي القادسيه حتى لو في الوقت الحالي يمكن يوقف، لكن بعدين ابو عزيز لا ابو عزيز ما نسمح لك تقول انا بهد الرياضه. صحيح الرياضه محتاجتك. لا لا والله ابو عزيز الوضع بشكل عام والله الوضع هذا الحين عايشينه احنا بالرياضه هد الرياضه اهم شيء صحتك هاي هد الرياضه. الرياضه محتاجتك بالرياضه بالكويت بالرياضه والله الرياضه محتاجتك. لا والله ما في رياضه بالكويت. تفضل خالد محترم يسوي ان شاء الله مع احترام تقدر تشتغل مع الموجودين. في احد يقدر يشتغل مع الموجودين؟ خالد بخالد مع احترامي اللي يتصيدون لهم يوم لهم نهايه مالك شغل. اوكي تفضل. انا مع احترام وتقدير طبعا انتم جبتوا اخوي فواز الحساوي هنا على اساس يعرف الشارع الرياضي والقدساويه لماذا ابتعد. لا شك ان اخوي فواز الحساوي يملك كل الصفات الاداره الناجح، ولكن في عيب شرعي قلبه طيب، وهذا القلب الطيب في ظل الاوضاع اللي تعيشها في نادي القادسيه ما يصلح. شوف عن فواز الحساوي اخوي ابو عبد العزيز يقول لي انا بترك الرياضه وانا من امام هذا، وانا من الان اقول ان فواز الحساوي سوف يعود مره ثانيه لنادي القادسيه ان شاء الله، سوف يدخل في الانتخابات وسوف يجدد دعم لنادي القادسيه من خلال جهاز الكره. ما نبي نرد القادسيه. انا كتبت انا ابو حمد كتبت مقاله ويذكر اخوي فواز، قلت ان نادي القادسيه مجلس اداره لن يوافق على الطرح اللي طرحه والفكره اللي طرحها، سوف يحاربون ولا. وفعلا مرت الايام واثبت، لان عارف لا يمكن مجلس اداره نادي القادسيه يتنازلون عن جهاز الكره يا جماعه. صحيح. هذه كره القدم في نادي مثل نادي القادسيه. صحيح. لا يمكن ان يسلم لاي شخص. صحيح. فبالتالي اخوي فواز الحساوي هم أوكي. نادي القادسيه محطينه علشان يدفع فقط لا غير. لا 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 يعني لا هذا مو هذا لا لا هذا واضح يبا واضح خلال اللي قاعد يتابعون ولا واحد مثل فواز الحساوي يفرطون في مستفيد. لا لا شوف الاخوان ما يتكلمون يقول فواز يدفع ما شنو بس نادي القادسيه، لانه مو متعودين شاف واحد يدفع من حر جيبه ما يطلب مقابل فيدوس يتكلمون كذي عرفت؟ لان فواز الوحيد اللي شفته انا بالرياض بغض النظر الناس يقول لا ما ناخذ شهاده جمال غريب ما شفت فواز يوقع ورقه وقلم شنو حط لنادي القادسيه ما يهدوني به عرفت؟ كره القدم واجهه النادي القادسيه انا معاك بدر بس انا ضدك بشغله. انا اقول لك فواز ان شاء الله يبتعد عن الرياضه بالكويت. لا لا لأن الرياضه بالكويت انا قريب على الرياضه من عمري 10 سنين وانتم معي اكثر مني. لا في بس تكلموا بواقعيه خلي الناس تدري الرياضه بالكويت دمار ماشي صح دمار واحد 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 مثل فواز الحساوي ما يقدر يعيش في المجال تدري ليش؟ لان فواز نظيف اللي يمسك الرياضه لازم واحد في شمع. والله اقول لك يا جمال انا مجلس اداره نادي القادسيه محترم انا ما اتكلم عن نادي القادسيه اتكلم عن نادي الرياضه بالكويت. انا مجلس اداره نادي القادسيه انا بوجه لهم رساله الان يعني مع احترامي الشديد لهم وتقديري لهم انتم خصومكم يتمنون ابتعاد فواز عن نادي القادسيه يعني طبعا. انا ما ادري انتم شلون تفكرون امانه صح صح يعني طبعا. الاولى والاوجب ان فواز يكون وياكم ريال ماديده لكم يعني هذا المنطق ما ادري شلون يعني وصلنا حتى اللاعبين قاموا يطلعون بالتلفزيون بقنوات برامج رياضيه يتمنون على الهواء يتمنى عوده فواز الحساوي نادي القادسيه بس انا قاعد اقول لك محمد الوضع اللي قال ابو بدر فواز انه قلبه طيب لان الكويت بالرياض ما ينفع قلبه طيب في نهايه الطريق في شمع علي ابو علي جمال علي اذا فواز يبتعد وفلان بيبتعد الرياض عفوا الرياضه نعم نازله الى اي الى الى ادنى مستوى لكن يفترض ايضا احنا عيال الكويت احنا عيال الرياضه يفترض ان احنا مثل ما علق الجرس في موقف وقت صعب
احنا يفترض نعلق الجرس ونوقف بالمقدمه. ما تقدر، ما تقدر، لا تقدر ان شاء الله، ما تقدر. اللي ما تكون رياضه ورياضيين، اللي ما تكون رياضه ورياضيين، ما تقدر، لا ما تقدر. يوسف قول. اللي بقول لك الاتي، اللي سواه فواز الحساوي شافه بعيون الناس وكلام مشاهده العالم. صحيح. ولا ما يصير نقول عن فواز ماكينه دفع، لان اذا 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 معلش اذا بنقول هالكلام حتى باكر ينطبق على عيال الغانم في الكويت ولا على جمال بالعربي، هذا كلام مو صحيح. هذول الناس اجتهدوا وكانوا يملكون وقاعد يعطون بسخاء على فرقهم وصعدوا. هدفهم حب الناس. الامر الاخير بختم فيه بمناسبه انتهاء عمل لجنه التسويه بعد ما جاء هذا القانون اللي يعطي استغلاليه للحركه الرياضيه. انا زودت الاخوان ياريت يعرضون الكتاب. ما في وقت بعد الله، حتى لو ما في وقت، بس خلنا نقول هالجمله بس، لان اليوم انتهى عملها. نادي القادسية يطلب محضر اجتماع من لجنة التسوية، لجنة التسوية تخاطب الهيئة العامة للرياضة تقول ايش رايكم نعطيهم ولا ما نعطيهم، وهذا نظامهم الاساسي اللي اعتمدوه يقول ما يصير تدخل طرف ثالث، وهذا الكتاب موجود عندكم ينعرض باكر ان شاء الله. بس في سؤال فواز، هذا سؤال بعيد طبعا، شلون انت قايل ابو عزيز ان ماجد عبد الله يملك مهارات افضل من فتحي كميل وفيصل الدخيل وجاسم يعقوب؟ انا استغربت، قلت لك اوف يعني يعني صراحه استغربت انا شلون هذا التصريح طالع من ابو عزيز. شو ابو عزيز كذي؟ انا ماني عارف شلون الناس تفسر الكلام. شوف قول، انا احب ماجد عبد الله، اوكي، من اشد المعجبين في ماجد عبد الله، تمام، بس خليني اقول لك شغله، جاسم يعقوب يمتاز بالتهديف واختيار الاماكن، وايضا جاسم يعقوب من اللاعبين اللي يلعب بدون كرة. يعني جاسم يعقوب يقدر يلعب بدون كرة، تمام، فجاسم هذه ميزاته. ايه؟ ولاعب قناص هداف. فتحي كميل يمتاز بالمراوغة. ايه؟ فيصل الدخيل كمهاجم ثاني كذلك يمتاز بالمراوغة والتسديد وكذا، فلاعب متكامل. ماجد عبد الله عنده كونه كمهاجم عنده ميزة المراوغة وعنده ميزة التهديف مثل جاسم يعقوب وعنده، فيملك من كلهم. فأنا لما أنا وجهة نظري بس ما عنده الأسيست اللي موجود عند فتحي ولا عند فيصل ولا عند جاسم. أنا ما قلت أحسن من فتحي. يا جماعة تكفون. ولا أقدر أقارن ماجد بفتحي. ماجد الإخوان اليوم لما تبي تقارن رأس حربة برأس حربة. صحيح. لا تقارن لي لاعب وينج مثل فتحي برأس حربة، ولا تقارن لي فيصل الدخيل بماجد عبد الله، لأن ماجد فيصل الدخيل مهاجم ثاني. عطنا إياها، ماجد ولا جاسم؟ أنا حبيت الكرة عشان جاسم. انا اقول لكم ماجد عبد الله قال لنا، من الافضل ماجد عبد الله قال لنا، من الافضل ماجد عبد الله، ماجد عبد الله قال لنا، قال انا حبيت ما انا يا بصير لعبت مهاجم عشان جاسم يعقوب. اوكي، من الافضل قال لازم صدق تسالني السؤال هذا. هي اسئلك من الافضل. انا عندي احسن لاعب لعب بالكويت جاسم يعقوب. اوكي، انا قاعد اقول اذا عديت افضل لاعبين في اسيا بالنسبه ماجد عبد الله. ماجد عبد الله بس ماجد يا اخوان خلينا نعرف، خلينا ماجد عبد الله عنده ميزه الهيد، عنده ماجد عبد الله مراوغ بالدرجه الاولى، ماجد عبد الله يعني يلعب مع زميله بالملعب، يعني يلعب. بس لا تقنعنا ابو حمود غير. انا اقول فتحي كميل بس افضل لاعب ان جبت الكره الكويتيه. ما يخالف، بس فتحي لاعب وينج يا جماعه، فتحي لاعب ممتع. يعني يقول لك المقارنه راس حربه مقارنته صحيحه. يعني انا اليوم في بعض الناس امس قاعد يسولفوا معي، بعض الناس يقول لك ايوه احسن جاسم يعقوب ويا فتحي كميل، ما يصير تقارن. صحيح، هذا لاعب مهاري، هذا لاعب هداف. اليوم لو تبي تقارن، قارن لاعب نفس لاعب، يعني مثلا تقارن. زين معاك 100%. زين بسالك، منو احسن، محمد كرم ولا جمال مبارك؟ ورب الكعبه مو مجامله حقه، محمد كرم من افضل اللاعبين اللي لعبوا حق منتخب الكويت ونادي العرب. لا يبا، انا عندي جمال مبارك يطق 20-0. انا من الناس لما قال طلال فهد كان بيجي حق نادي القادسيه، انا كنت من اكثر الناس المعارضين ان يجي جمال مبارك القادسيه، مو عشان شيء، لان كنت متوقع ان جمال تارك الكره لسنتين ما راح يسوي شيء حق نادي القادسيه. ولكن صدمني وغير فكري ان جمال مبارك يا نادي القادسيه وحقق بطولات وكان من افضل اللاعبين، وعلى فكره خذوه منتخب مره ثانيه يجيب له فوكس دربه. لا بس جمال ما شاء الله. لا 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 بس جمال سجل في الاولمبيات، محمد كرم ما سجل في الاولمبيات. محمد منو احلى انا ولا لا؟ طقك محمد علي ايش راضي مغتر. انا بس راضي مغتر. انا بسال راضي مدرب المنتخب محمد. انا بسال اخوي فواز، الآن هناك في قانون الخصخصة أو شراء الأندية الجديدة أو إنشاء الأندية بشكل سريع، عشان فهل هناك إذا تم تطبيق هذا ما راح يصير هذا الشيء؟ لا لو عملوا فيه، لو عملوا فيه أنا أقول لك تشيلك نادي جديد، تشتري نادي جديد. أنا قلتها من قبل بالتلفزيون،
من قبل 5 سنين خلي يشوفون مقابلاتي صحيح. وكانوا بيقولون خصخصة السنة الجاية، قلت والله بعد 4 سنين ما تصير، وأنا الحين أقول لك إياها هم بعد حط عليها 4 سنين. مشكور أبو عزيز، ما راح تصير. مشكور أبو عزيز على تلبية الدعوة. مشكور أبو عزيز ما قصرت، جزاك الله خير وسامحنا يعني. ترى هذا كان كمين منكم على فكرة. شلون؟ أنا قالوا لي إن المقابلة هذه راح نتكلم مو عن رياضة، راح نتكلم عن أشياء ثانية. لا لا بس إحنا إحنا عن رياضة. خلاص إن شاء الله إذا تبغى ثاني حاضر. توقعت إنه يعرف. لا هم أجواء رمضان. بس في محمد يبو حلقه ثانيه وعد تتوقع عن هوايات. اي احنا مسوين لك عاد والله كم تغيير بس الوقت سكون تنزل الحلقه الجايه الحلقه الجايه هذا اللي قالوا لي انا لاني والله العظيم ما ابي اطلع باي مقابله اتكلم عن الرياضه إيه خلاص ها بس احنا زين صدر احنا وصلنا النهايه لابد نشكر اخوي العزيز فواز الحساوي مشكور نشكر الاخوان في اجراس الاسطوره نشكر الاخوان في اوراد الجوري وسابلي والاخوان في الديك الروم ابو هيثم مشكور يحبك محمد كرم شكرا لك انا ابو هيثم عبالي صنم صار له ساعه عزيز ابو هيثم يعني اخو عزيز الله يحفظه من وين يودي على فين؟ هتساوي هتساوي شوف حتى ابو هيثم هتساوي عشان فواز يلا تفضلوا ابو عزيز على السحور الله يسلمك مشكور مشكورين ما قصرت مشكور ابو عزيز جواك يلا عبرك شهر جانك بالخير وهنانك عبرك شهر جانك بالخير وهنانك حافل بخيراتك حامل تحياتك حافل بخيراتك حامل تحياتك شهر الكرم والجود يا محلى شهر جانك بالخير وهنانك عبرك شهر جانك بالخير وهنانك حافل بخيراتك حامل تحياتك حافل بخيراتك